صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير والسعادة على حضراتكم في كل مكان. النهاردة 20 ديسمبر وده بيصادف اليوم العالمي للتضامن الإنساني. العالم كله في العالم ده بيتذكر إنسانيته، بيطمئن شوية كده على الإنسانية اللي هي قيمة مفتقدة بشكل كبير في عالم اليوم. اليوم ده بيحتفي العالم بفكرة التنوع وتعزيز ثقافة التضامن وروح المشاركة لمساعدة المجتمعات على مكافحة الفقر، كمان تشجيع المبادرات اللي بتدعم التنمية البشرية والاجتماعية تحديدا في الدول النامية. الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اليوم العالمي للتضامن في 2006 باعتبار أنه التضامن هو أحد القيم الأساسية والعالمية اللي المفروض تقوم عليها العلاقات بين الشعوب. المفارقة هنا أن العالم بيحتفي بيوم التضامن الإنساني في الوقت اللي غاب فيه التضامن مع أهالي غزة، أو يمكن على الأقل نقدر نقول بالنسبة لحكومات الدول الغربية. وكمان المفارقة أنه غاب التضامن ده عن مجلس الأمن اللي لغاية دلوقتي عاجز عن تمرير قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ده حقيقة منا اللي بيحصل في غزة بقاله أكتر من شهرين ونص. احنا بنتكلم على مرور حوالي 77 أو أكتر من 77 يوم وضع ضمير العالم كله على المحك. العالم واقف بيتفرج في صمت عجيب، وتحديدا صناع القرار السياسي والقادة لبعض الدول الغربية أمام ما يحدث في غزة، قتل ممنهج للفلسطينيين، ارتكاب قوات الاحتلال مجازر جماعية يوم بعد يوم. وكأن صلاح جاهين بيقول إيه رأيكم في بقع الدم الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي؟ يعني فين ضمير العالم أمام كل هذه المشاهد؟ مشاهد يعني حقيقة بتتجاوز كل المبادئ اللي أقرها القانون الدولي والإنساني. وكأن اليوم ده النهاردة 20 ديسمبر بنفكر يعني كل العالم إنه ده يوم التضامن الإنساني، وأكتر مكان في الدنيا محتاج تضامن في اللحظة دي هو قطاع غزة. اللي بيحصل في قطاع غزة كشف عن سياسة ازدواجية المعايير والمواقف الغربية الداعمة للعدوان، أو على الأقل نقدر نقول المواقف السلبية اللي ادت ضوء أخضر للاحتلال إنه يرتكب المجازر ضد المدنيين. عشان كده ضروري إننا نأكد تضامننا ودعمنا الكامل إنسانيا وسياسيا وتاريخيا مع أشقائنا في فلسطين في يوم التضامن الإنساني. احنا هنكون موجودين مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. مرة تانية بنصبح على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الخير. صباح الفل عليك يا لمي. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. خلونا نبتدي على طول من محافظة القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة سير السيارات أعلى الكوبري، وده بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة لحد رمسيس، وكمان للمتجه لمناطق وسط البلد لحد كمان مدينة نصر. وشارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. كمان في كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأمرية والكورنيش من المظلات لوسط البلد، في كثافات مرورية إنما بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة ففي يعني بعض الكثافات ما عدا الكثافات بتزيد عند المظلات. في محافظة الجيزة تعالوا نروح ونشوف شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات. في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. في محافظة اسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كمان كثافات مرورية إنما هي متحركة. خلونا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية إنما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليه كثافات مرورية.
كمان في كثافات مروريه في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المروريه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة كمان عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة، وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 27 درجة، إنما أقل درجة حرارة هتكون في السلوم 18 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار الموجودة معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس بقصر الاتحادية المرشحين اللي خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والسيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والسيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. وخلال اللقاء أكد سيادة الرئيس أن النجاح الحقيقي لمصر كلها بيتمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية. امبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيكلاوس دندياس وزير دفاع اليونان، وده بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. خلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية اللي بتربط بين البلدين، مشدداً على الحرص على استمرار الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مجالات التعاون المشترك على الأصعدة كافة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس التونسي قيس سعيد اللي توجه بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني اللي توجه للرئيس بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة جديدة، متمنياً لمصر المزيد من التقدم والازدهار ومشدداً على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن اللي وجه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر لفترة جديدة، مؤكداً حرص الأردن على مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التشاور والتنسيق بشأن مواجهة التحديات اللي بتواجه المنطقة وعلى رأسها العمل على إيجاد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية المرشحين اللي خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وده بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد اللقاء ترحيب الرئيس بالمرشحين مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، وأشار إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وأكد مدبولي توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وأيضاً الخدمات التعليمية بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بمحافظة مطروح،
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات اللي بتتم في المحافظة، خاصة في ظل ما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة تجعلها محط أنظار السائحين. كما أشار إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة سواء في القرى أو المناطق البدوية بالمحافظة في توقيتاتها المحددة لمردودها الإيجابي على أبناء المحافظة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف، وشددت الحكومة على التزام معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية بالحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن النادرة، موضحة أن المعهد يمتلك 14 سلالة محلية بيتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد، ويقوم المعهد بإجراء تجارب على هذه السلالات لتحسينها وراثياً وإنتاجياً ثم توزيعها على القطاع الداجن الريفي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بنيكولاوس دندياس وزير الدفاع الوطني بجمهورية اليونان والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكري بين الجانبين واستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية استلمت القوات البحرية الفرقاطة القدير من طراز ميكو A200 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري، وتم بنائها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وأخبار المحافظات. من الوادي الجديد تم تسليم حوالي 560 قطعة أرض سكنية لأهالي مدينة الفرافرة. في اسكندرية تم توزيع حوالي 39 ألف تابلت على طلاب سنة أولى ثانوي بالمدارس الحكومية. امبارح كمان في الدقهلية تم الإعلان عن تنفيذ 50% من المرحلة الثانية في مشروع الممشى السياحي في المنصورة. أما بقى في أسيوط بيتم إنشاء مبنى المركز التكنولوجي بمركز البداري بتكلفة 100 مليون جنيه. خلينا نتابع التفاصيل. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الوادي الجديد أعلن مركز مدينة الفرافرة أنه تم تسليم 560 قطعة أرض سكنية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، وداخل المؤتمر جماهيري تم تنظيمه بمركز شباب عثمان بن عفان بحضور عدد من التنفيذيين ورؤساء القرى وجموع من المواطنين وأهالي الفرافرة. في الإسكندرية أعلنت مديرية التربية والتعليم استلام حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي بواقع 39938 جهاز تابلت، وتم استلام المخصصات من الأجهزة بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم، وتم تسليمها لمخازن الإدارات التعليمية التسعة ليتم تسليمها للمدارس الثانوية لتتولى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية. في الدقهلية أعلنت المحافظة انتهاء العمل بنسبة 50% من تنفيذ القطاع الثاني لمشروع الممشى السياحي بمدينة المنصورة، وبيتم العمل على إنجاز الممشى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية اللي بتخدم المواطنين. فأسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء مبنى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز مدينة البداري اللي بيجري تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة. في جامعة بني سويف تم إصدار قرار بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وده لجهودهم المبذولة أثناء الفصل الدراسي الأول والإعداد للامتحانات. في سوهاج نظمت مديرية التضامن الاجتماعي احتفالية لتوزيع 22 جهاز لابتوب على الطلاب ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة سوهاج، وده في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.
في جنوب سيناء افتتحت المحافظة أكبر معصرة زيتون بمدينة راس سدر، وبيتم العمل في المعصرة بأحدث النظم العالمية لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة، وبتعد هذه المعصرة الثانية بمدينة راس سدر، مما يسهم في تقليل الضغط على المعصرة اللي بتوجد بقرية أبو سويرة التابعة للمدينة. فأسوان شهدت المحافظة اصطفاف المعدات والسيارات بمدينة أسوان الجديدة بإجمالي 191 معدة بتمثل 25% من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة. المعدات المصطفى شملت 114 سيارة نقل ولودر وتلسكوب ومكبس تابعة للوحدات المحلية، ده بالإضافة ل 22 سيارة إسعاف و 48 سيارة كسح وشفط مياه و7 معدة وسيارة تابعة لشركة الكهرباء استعداداً للأزمات والطوارئ. دي كانت جولة سريعة وأهم أخبار المحافظات. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتستضيف مصر أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وده على مدار يومين 20 و21 ديسمبر الجاري. وشهدت القاهرة أعمال الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين برئاسة ممثل مصر. النهاردة المؤتمر الدولي السابع للإعلام CIC عن التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة هيشهد تكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وده نظراً للدور الكبير اللي قامت بيه في الفترة الأخيرة في معركة الوعي ومواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية والدفاع عن وجهة نظر الدولة في كل ما يخص الأمن القومي، سواء الدور اللي قامت بيه قناة القاهرة الإخبارية في نقل الحقيقة على ما يحدث في قطاع غزة وقبلها في السودان في ظل غياب الموضوعية والمهنية عن الإعلام الإقليمي والدولي، أو حتى الدور اللي قامت بيه قناة الوثائقية أو برامج التوك شو في قنوات المتحدة وأيضاً قطاع الدراما والمنصات الرقمية. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، من أهمها مباراة الزمالك المصري مع ساجرادا الأنجولي الساعة 6 بالليل، في نفس التوقيت مباراة مودرن فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً، وده هيكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده. احنا طبعا اليوم هيكون في استقرار تام في الاحوال الجويه، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها لهذا الوقت من العام، بيأثر علينا في طبقات الجو العليا ابتداء لمرتفع جوي هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، واحساسنا باستقرار في الاحوال الجويه عظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم ان هي تسجل في اعلى درجة حرارة تسجلها على مدار اليوم 22 درجة مئوية، فبالتالي احساسي بالضغط خلال فترة النهار ان هو ضغط لطيف على اغلب المحافظات الشمالية زي السواحل الشمالية والوسط البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على المناطق الجنوبية بشكل كبير طبعا زي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة لان فور غياب اشعه الشمس بتكون فترات الليل بتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل كبير، تنخفض اكثر ويكون محسوس الانخفاض ده خلال فترات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر فتره الصباح الباكر، اجواء بارده الى شديده الجوده في معظم محافظات الجمهوريه، لان الصغرى فتره الليل بتنخفض في بعض المناطق من القاهره الكبرى في 14 درجه مئويه، محافظات شمال الصعيد صغرى فتره الليل بتنخفض في 10 و9 درجات،
فبالتالي المحافظات اللي هي ظهير الصحراء بشكل كبير، المدن الجديده والاماكن المفتوحه بتحس بالبروده بشكل كبير. طبعا دايما في حاله وجود استقرار في الاحوال الجويه وفي مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تكون الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره الارتفاعيه، واللي كانت موجوده خلال الساعات الماضيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ويمكن تكون كثيفه في بعض الاماكن يعني معها انخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع ارتفاع اشعه الشمس لانها مش شبوره مائيه ضبابيه. ان شاء الله بتوقع مع غد الخميس يكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، لان احنا متوقعين غدا عظمى على القاهره الكبرى هتكون 20 درجه مئويه فتره النهار، هيكون في نشاط للرياح المثير لبعض الرمال والاتربه في بعض المناطق من الجمهوريه. نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه هيستمر معانا كمان يوم الجمعه، لان احنا عندنا في بعض التقلبات الجويه بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وايضا منخفض سطحي على سطح. طيب هو النشاط ده يعني شديد ممكن ياثر على مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه؟ هو بالفعل هيكون في اتربه وهتكون واضحه بشكل كبير خاصه يوم الجمعه، يعني هي تبدا معانا من يوم الخميس في الصحراء الغربيه وسواحلنا الشماليه الغربيه ومناطق من الوجه البحري، الاتربه هتبقى واضحه بشكل كبير، هتزيد اكثر يوم الجمعه لانها يوم الجمعه ممكن تشمل مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد، فبالفعل ممكن تاثر على مرضى الكتله الصدريه والجيوب الانفيه، فعشان كده النصيحه اللي احنا هننصحهم فيها بكره وبعده لازم احنا خاطرين نلتفت للاهتمامات لمرضى الكتله الصدريه والجيوب الانفيه تحديدا، لان هيكون في بعض الاتربه والرمال الكبرى، بالاضافه كمان هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، نشاط الرياح هيزود احساسنا اكثر ببروده الطقس، فهنحس كمان خلال الايام اللي جايه ببروده اكثر بسبب وجود نشاط رياح، دايما بيخلينا نحس بانخفاضات قيم درجات الحراره، فلازم طبعا الملابس الشتويه ولازم كمان جاكيت معانا واحنا خارجين في خارج البيت في فترات الليل المتاخر او فترات الصباحيه. احنا خلاص بدأنا تقريبا فصل الشتاء فلازم نلبس تقيل اليومين دول، كلمينا كمان على حركة الملاحة البحرية على البحرين. يمكن اليوم وغدا ان شاء الله حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط معتدلة بشكل كبير، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 60 متر، لأن سرعات الرياح يعني مش عالية على سطح البحر الأحمر أو البحر المتوسط، لكن مع يوم الجمعة والسبت وارد جدا يكون في اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سطح البحر المتوسط تحديدا، لان هيبقى في سرعات رياح عاليه ممكن تؤدي لاضطراب الملاحه البحريه، بس على الاقل في اتفضلي يا فندم. كنت هسالك على نسبه الرطوبه النهارده. هو نسب الرطوبه يعني مش مرتفعه بالشكل الكبير لان مخصوص الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا في الاصل كتل هوائيه صحراويه، لكن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس اي رطوبه في طبقه قريبه في سطح الارض، فاحنا هنحس بنسب رطوبه موجوده في الجو، وده سبب تكون الشبوره المائيه فتره الباكر، نسب الرطوبه خلال فتره بتتجاوز ال 75 و 80% على المحافظات الشماليه، طبعا بنسبه 65 ل 40% المناطق الجنوبيه. بالنسبه لفترات النهار ما بين 30 ل 35% على القاهره الكبرى، ما بين 50 ل 55% على المناطق الساحليه. فترات النهار طبعا في المناطق الجنوبيه بتبقى اقل بشكل كبير، لان نسب الرطوبه المرتفعه بتبقى طبعا في المناطق القريبه من المسطحات المائيه وخاصه البحر المتوسط. كل ما تقدمت للمحافظات الداخليه كل ما كسب رطوبه كانت بتزيد. صحيح، بشكرك منى، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 21 15، اسكندريه 21 13، العلمين الجديده 21 12، مطروح 20 12، دمياط 23 13، بورسعيد 22 12، اسماعيليه 23 13. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 14، العريش 23 12، كاترين 20 6، طابا 22 14، حلايب 25 20، شلاتين 27 19، شرم الشيخ 26 17، الغردقة 26 17. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 13، بني سويف 22 13، الوادي الجديد 25 13، اسيوط 23 10، سوهاج 23 12، قنا 25 13، واخيرا الاقصر 26 11، واخيرا اسوان العظمى فيها 27 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، ومره ثانيه لمنى ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمنى.
لسه أخبار العدوان الإسرائيلي على غزة هي محور اهتمام كتير من وسائل الإعلام العالمية، خصوصا مع فشل مساعي الأمم المتحدة ومجلس الأمن أنهم يوقفوا نزيف الدماء في القطاع. خلينا نستعرض مع حضراتكم تناول الصحف العالمية للأوضاع في الشرق الأوسط، نافذة على الصحافة العالمية مع الكاتب الصحفي أسامة خالد. صباح الخير على حضرتك أستاذ أسامة. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. نبدأ مع حضرتك جولتنا كده في قراءة أهم العناوين والمنشطات مع صحيفة التايمز البريطانية اللي بتشير إلى مدى صعوبة تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في التوغل داخل القطاع وصولا إلى جنوب القطاع. هل فعلا من الصعب التوصل إلى هدنة جديدة في الوقت الحالي والفيتو المستمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أمام وقف إطلاق النار؟ تقييمك للأمور وقراءتك لهذه العناوين. خليني الأول أشير لنقطة صغيرة للتغير اللي حاصل في الصحف العالمية تجاه ما يحدث في غزة. ربما تجد أن في حالة من الواقعية السياسية والواقعية المهنية اللي كانت غايبة عن أول العملية. ده جزء مهم لازم الناس تبقى شايفاه، كيف تتعاطى الصحافة العالمية في الكام يوم الأخرانيين تحديدا مع مجريات الأحداث في غزة. فيما يتعلق بالجزء المهم بتوقف القتال، ربما طبقا للروايات الإسرائيلية وطبقا للتقارير اللي خارجة من قادة عسكريين سواء في مجلس الحرب الإسرائيلي أو قادة عسكريين في الجيش ورئاسة الأركان الإسرائيلية، فإن المعارك الأخيرة الأسبوع الأخير هي المعارك الأعنف في الحرب اللي بدأ من 3 أشهر تقريبا. عدد الخسائر في المعدات بيزيد بشكل كبير ومفاجئ ومزعج بالنسبة للإسرائيليين. عدد الخسائر في الأرواح، الكم والكيف، صحيح. الكم كعدد إصابات وعدد قتلى، والكيف في استهداف عدد من القادة، وده مزعج جدا للشارع الإسرائيلي. خلينا نبص على الشارع الإسرائيلي عامل إزاي. مجلس الحرب هو بياخد قرارات إذا كان هيقدر يتجه إلى هدنة أو إيقاف حرب ولا لأ. في ضغط كبير جدا على مجلس الحرب الإسرائيلي وعلى حكومة نتنياهو فيما يتعلق بالشارع الإسرائيلي، بيضغط لإيقاف الحرب. لأول مرة نجد أن ليس الفلسطينيين وحدهم هم اللي بيقولوا بس يا جماعة وقفوا الحرب كافة احنا تعبنا. الشارع الإسرائيلي الضغط فيه أكبر وأعنف. ربما لن نصل إلى مفاوضات، لن نصل إلى هدنة إلا بضغط عسكري. الضغط العسكري الميداني حاصل بشكل كبير جدا. طيب نتحول للنيويورك تايم واللي بنقرا فيها استطلاع رأي بيكشف عن رفض واسع لسياسات بايدن تجاه غزة. لو اتكلمنا عن تفاصيل استطلاع الرأي وازاي ممكن ده يأثر على قرارات بايدن في الفترة اللي جاية. استطلاعات الرأي في أمريكا الحقيقة أنا بعتبر أن الخاسر الأكبر من طوفان الأقصى كان هو بايدن وحكومة الديمقراطيين. هناك حالة غضب كبيرة جدا في الشارع الأمريكي من تصرفات الإدارة الأمريكية، من سوء تعاطيها مع الموقف، من انحيازها الفج والواضح لإسرائيل. يمكن لأول مرة بنشوف شباب صغيرين داخلين بيعملوا فيديوهات، داخلين بيتكلموا، نازلين بيتظاهروا في الشوارع. الاستطلاع الصادم هو خطورته بالنسبة للديمقراطيين وبالنسبة لبايدن تحديدا، هو أن النسبة الأكبر من الشباب ما دون 25 سنة يرون أن الإدارة الأمريكية وأن بايدن أساء التصرف ويبدون انحياز واضح للقضية الفلسطينية. النسبة الأقل اللي هي ما بين 25 و40 سنة بنسبة أقل شوية بيبدو انحياز للقضية الفلسطينية. ربما بتكون المشكلة في الاستفتاء الأخير في كبار السن اللي هم متأثرين بدعوات اللوبيات، مش لوبي واحد، اللوبيات الصهيونية في أو اللوبيات الإسرائيلية في أمريكا. ربما شوية تعاطيهم وانحيازهم مع القضية الفلسطينية أقل، لكن في انتصار كبير وانتصار ضخم جدا حاصل في التعاطي وفهم حقيقة القضايا العربية في المجتمع الإسرائيلي، في المجتمع الأمريكي، كشف عنه الاستطلاع ده. فرص بايدن في الانتخابات أصبحت صعبة جدا. الديمقراطيين فاهمين ده كويس، هم في حالة ارتباك ما بين الدعم الأعمى واللا محدود لإسرائيل وما بين ضغط الشارع. حتى الآن
الشارع راسم جزء من السياسات، لكن مش قادرين يتخطوا حاله الانحياز الرهيب للجانب الاسرائيلي. لكن ما فيش شك ان ده هيبان بشكل كبير جدا صحيح. في الانتخابات القادمه، وده هيربك الحسابات. اكبر نصر حاصل هو وجهه نظر الشباب الامريكي في الصراع العربي الاسرائيلي، وده هيربك الحسابات حضرتك سامعني يا استاذ اسامه، على حقيقه الوضع، على حقيقه الصراع، على من هو المبني عليه الحقيقي في هذا الصراع الممتد من 48 حتى الان. طيب طبعا زي ما حضرتك قلت ده هيربك الحسابات الخاصه بالانتخابات الامريكيه المقبله. عايز اروح مع حضرتك استاذ اسامه الى صحيفه الجارديان البريطانيه اللي هي نشرت تقرير مهم جدا تناولت الحرب في غزه من زاويه التراث المادي والمعنوي والاثار، لانه الحرب على غزه ليست حربا على الفلسطينيين والبشر ولكن بتستهدف الهويه الفلسطينيه والتراث، وعندنا قائمه بعدد كبير جدا من الاثار تم استهدافها في هذه الحرب. شايف التقرير ده ازاي، والى اي مدى تم يعني تدمير الاثار والتراث المادي اللي موجود في قطاع غزه وانعكاس ده على دوائر كثيره جدا في العالم؟ احنا بنتكلم على غزه اللي عمرها يصل في التاريخ الى 2500 سنه. قيمه التقرير دوت في رايي ان خلينا نكون بس نرجع شويه للارقام. طبقا للاحصائيات اللي هي لسه حتى الان مش كامله نظرا لان العمليات العسكريه شغاله على الارض، تقريبا من 60 ل 70% من حجم الثروه العقاريه في غزه تم تدميرها. احنا بنتكلم على كنيسه عمرها يعود لاكثر من 300-400 سنه، ربما في ارقام بتقول انها تصل ل 1000 سنه، بنتكلم على الجامع المعمداني، بنتكلم على عدد كبير جدا من المناطق التراثيه والمباني التراثيه والتاريخيه في غزه. لكن انا متصور ان احنا وصلنا لدرجه من الوعي في الاعلام العالمي ان كان يتم قتل المواطنين، قتل الابرياء، هدم البيوت فوق ساكنيها ولا احد ينظر. اللي حاصل حتى الان هو انتصار في الصحافه العالميه. خليني ارجع اقول لك، اذا كانت اسرائيل بتتعامل طول الوقت وبتروج طول الوقت وبتستخدم اكسبريشن دواعش حماس علشان خاطر تثير حاله تعاطف دولي، تعال نشوف ماذا فعلت دواعش. الدواعش لما دخلوا العراق هدموا كل الاثار، الان اسرائيل بتنفذ نفس الفكره، تستهدف المباني التراثيه، المباني التاريخيه، تستهدف الكنائس، المساجد. هنا خلينا نقول بشكل واضح، هو مين هنا دواعش التراث؟ صحيح. مين الدواعش اللي بيدمروا التراث؟ التقرير مهم جدا، لافت للنظر جدا، اهميته تكمن في ان زي ما قلت لك في الاول ان العالم بدا يرى اخيرا حجم المعاناه العربيه. من المصيب ومن المخطئ في القضية الفلسطينية؟ من الجانب العربي أم الجانب الإسرائيلي؟ وأنا هنا بتكلم في قضية فلسطينية، بكلمك على جانب عربي، على اتجاه وتيار عربي في مقابل تيار آخر إسرائيلي أمريكي. أخيرا بدأ العالم ينظر للحقيقة ويكتشف على أرض الواقع إيه بالضبط، من المصيب ومن المخطئ، من الجانب الضعيف المستضعف ومن الظالم اللي بيمارس القتل والهدم بكل عنف بلا هوادة. طيب خلينا نتحول للبي بي سي اللي بتتساءل كيف تعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين دون اتهامات. بيتكلم كاتب المقال عن فكرة الاعتقال وقد إيه دوره يعني فاعل في إشعاع الموقف. هما هنا أعتقد بيتكلموا عن الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري هو واحد من أفظع أنواع الاعتقال اللي حصل في العالم كله. ربما لما تنظري إلى الحجم السجناء أو الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هتاخدي نسبة لا تقل طبقا لنادي الأسير الفلسطيني خاصة في الستة أشهر الأخيرة لا تقل عن 30% من الأسرى اعتقال إداري. ماذا يعني الاعتقال الإداري؟ الاعتقال الإداري يعني أني أروح آخذ شاب أو طفل أو مواطن من بيته أحطه في المعتقل بلا محاكمة، بلا تحقيق، بلا سؤال، بلا تهمة. ربما تكون شكوك، ربما تكون قلق،
ربما يكون اضطهاد من مسؤول أمني ما. بالتالي مشكلة الاعتقال الإداري هي واحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجه الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية. الوضع في الضفة الغربية شديد السوء، الوضع في الضفة الغربية شديد الإلام، العنف اللي بيمارس في الضفة الغربية فوق الوصف. ربما احنا صحيح. عيوننا متجهة لغزة لحجم الدمار، لكن ما يحدث في الضفة أيضا مش قليل تماما. وملف الاعتقال الإداري هو واحد من أصعب وأخطر الملفات. في صفقة الأسرى الأخيرة هتجدي إن هناك أطفال عمرهم 14 سنة و15 سنة كانوا محبوسين في إسرائيل تمام مجرد اعتقال إداري بس. صحيح ما فيش تحقيق، ما فيش جناية، ما فيش صحيح. محكمة، ما فيش تهمة. خاصة الاعتقال الإداري أعداده زادت بشكل كبير جدا والمشهد كمان بعد زي ما حضرتك قلت الحكومة أستاذ أسامة، لو بتسمعني الفترة الأخيرة لو بتسمعني المشهد، وخاصة مع وجود إيتمار بن غفير الوزير المتطرف على رأس جهاز الأمن الإسرائيلي، ارتفعت بنسب كبيرة جدا حالات الاعتقال الإداري داخل المجتمع الفلسطيني، وزادت أعداد الأسرى والمعتقلين الإداريين بشكل غير متوقع. لم تحدث طبقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، لم تحدث أن وصلت أعداد المعتقلين الإداريين خلال سنة زي السنة الأخيرة اللي حاصلة في الضفة الغربية. زي ما حضرتك قلت يعني المشهد في الضفة الغربية لا يقل عن المشهد في غزة، وكمان وسائل الإعلام الغربية وبعض الصحف بدأت يعني تخصص تقارير وتفرد مساحات تحريرية للحديث عما يحدث من اعتقالات وما يحدث من قتل كمان في الضفة الغربية. عايز أروح مع حضرتك إلى صور العام من التايمز، يعني في نيويورك تايمز تناولت لقطات مهمة جدا، هنشوف مع حضرتك مجموعة صور. وتم إطلاق يعني على هذه الصور، على هذه المجموعة، عنوان عالم مجهد. أكتر صورة لفتت نظر حضرتك في صور العام إيه؟ يمكن أنا أروح لصورة تانية شوية مختلفة معبرة للغاية، نشرتها مجلة إسبانية، أنا مش فاكر اسمها دلوقتي بس يعني هتذكره وأقول لك. مجلة إسبانية نشرتها يوم 8 أكتوبر، وأنا بعتقد في رأيي الشخصي إن دي صورة العام وصورة الأعوام القادمة. هي نشرت صورتين لطفل فلسطيني كان يبدو عمره 5 6 سنوات، واقف قدام دبابة إسرائيلية من 20 سنة. ونشرت في الجانب الآخر من الصفحة صورة لمقاتل من مقاتلي القسام آسر، هو يأسر أحد جنود إسرائيل وبيخش بيهم في نفق، وحطوا عنوان صغير في البيت: العيال كبرت. الصورة قد إيه معبرة، قد إيه تحمل قدر كبير من الرؤية العميقة للصراع. إذا نظرنا لأطفال غزة الآن واللي بيحصل فيهم، ربما بعد 20 سنة تجد صحيفة أخرى وضع صورة تانية الواحد من أطفال غزة اللي بيعانوا الآن وبيتعرضوا للقصف والضرب، وهو بيعمل عمل آخر بعد 20 سنة. القضية لن تنتهي بالصراع، لن تنتهي بالقتل، لن تنتهي بالتدمير. التقارير العالمية دلوقتي، وإذا كنا بنتكلم عن الصحافة، خليني أقول لك إن التقارير العالمية دلوقتي بتتكلم عن جيل غزة 2023. تمام. كيف سيواجه العالم وماذا سيفعل بعد 20 عام؟ عشان كده انا كنت شايف ان الصوره اللي اتنشرت في المجله الفرنسيه المجله الاسبانيه يوم 8 اكتوبر كانت معبره جدا. هناك اللي لفت العالم كله وما زالت لحظه بدرجه كبيره جدا جدا من التعاطف، هي صوره روح الروح، الجد اللي بيحتضن حفيدته وهي متوفاه. هي طبعا صور كتيرة جدا يعني كانت مؤثرة ومعبرة وقادرة على التأثير بشكل كبير على الرأي العام العالمي. الأستاذ أسامة خالد بشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الصحفية. وكمان يعني مجلة التايم كمان يا منة كتبت أو كان على الغلاف الخاص بيها صور الصحفيين، يعني دي أكتر حرب تم استهداف الصحفيين فيها. هنتكلم على أكتر أو حوالي 70 صحفي، وكتبت العنوان على التايم يعني people of the world of the year، يعني people of the year هم دول الأشخاص المهمين لهذا العام،
وطبعا صورة مجموعة من الصحفيين اللي سقطوا شهداء كانت تتصدر غلاف التايم. شيء مؤلم ان ناقلي الصوره هم اصبحوا ابطال الصوره صحيح. بعد ما يحدث من استهداف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لاصحاب الارض الفلسطينيين. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء، موجز الثامنه صباحا بتوقيت القاهره مع الزميله لمياء حمدين، اتفضلي يا لمياء. شكرا محمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري. وقال الرئيس السيسي إن النجاح الحقيقي لمصر تمثل في مستويات المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات. وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين. هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة. وفي رسالة بعثها الرئيس الجزائري للرئيس السيسي، أكد تبون حرص بلاده الدائم على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة مع مصر في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى أن إعادة انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة هو تمكين له لمواصلة مسيرة قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والازدهار وتعزيز دورها الرائد، لا سيما في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. وفي بكين أكدت الخارجية الصينية أن مصر ستحقق نجاحا أكبر في مجال التنمية الوطنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن بكين تنظر إلى علاقتها مع مصر من منظور استراتيجي طويل الأمد. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، تناول التحديات الأمنية بمنطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأثيرها على الحركة الملاحة في البحر الأحمر. وخلال الاتصال استعرض بلينكين مع شكري جهود واشنطن لمنع نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم والعمل بكافة الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك. وقعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطيرة، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 130 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة. وفي حي الرمال بمدينة غزة أوقع قصف إسرائيلي على برجين سكنيين شهداء ومصابين، بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض. كما قصفت قوات الاحتلال بشكل مكثف منطقة بيت حانون، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين. أرجئ مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة إلى اليوم بعد إرجاءات سابقة ومتكررة للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح. وبحسب مصادر دبلوماسية دعت المساودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات إلى تعليق العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إفساحا لإدخال المساعدة الإنسانية. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاعتقالات والمداهمات لبلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. وفي جنين وقعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليمون غرب المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتين توباس ومدينة تومون شمال الضفة الغربية، وذلك وسط إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال.
أكدت الولايات المتحدة أن الهجمات التي يشنها مسلحون على سفن بالبحر الأحمر يجب أن تتوقف. وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة وشركائها سيواصلون حماية السفن من الاستهداف. وأطلقت الولايات المتحدة عملية متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر لحماية التجارة. يؤدي اليوم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة. يأتي ذلك إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بعد دخول فصل الشتاء رجع مرة تانية أخبار كورونا تظهر في بعض الدول. الكلام دلوقتي عن متحور جديد لكورونا معدل J1 أو JN1 انتشار كبير، وممكن يصيب الحالات اللي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا. إيه حكاية JN1 دي منا؟ وتفاصيل كتيرة هنعرفها عن المتحور الجديد، أعراضه، طرق الوقاية منه، مع ضيفتنا اللي منورانا في استوديو صباح الخير يا مصر الدكتورة فاطمة الزهراء سعد، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بكلية طب حلوان. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. يعني عائلة الإنفلونزا ما بتخلصش، كل شوية بنشوف متحور جديد وأشكال جديدة. نعرف تفاصيل أكتر، إيه هي أو إيه هو المتحور الجديد JN1؟ خلينا في البداية كده نقول معلومة عامة عن الفيروسات عموما. من طبيعة الفيروس ان هو بيتحور دوريا، يعني هو ما بيسيبش نفسه على حاله، ان احنا اخدناه مرة فجسمنا كون مناعة ضده، او اخدنا له تطعيم فجسمنا كون مناعة ضده، هو كده مش هيكمل دورة حياته. هو لازم يحور نفسه دوريا علشان يقدر يري انفكت تاني، يدخل لاجسام الجسم الانسان تاني ويعمل عدوى من اول وجديد. يبقى ده معناه ان احنا ما نتخضش من ظهور اي متحورات جديده. تمام. يفرق معانا ايه؟ يفرق معانا المتحور دوت اعراضه ايه؟ هل بيسبب اعراض شديده ولا لا؟ بيسبب دخول المستشفى ولا لا؟ احنا نقدر نقاومه بالادويه ولا لا؟ اللي حصل ان احنا من بدايه ظهور فيروس كوفيد 19 اللي هو اصلا متحور من فيروس كورونا اللي هو كان عمل لنا قبل كده زمان سارس وغيره، فحصل فيه تحور وظهر فيروس كوفيد 19. عمل نفسه تحور جديد بعد ظهور التطعيمات والجلوبال انفكشن اللي حصلت ديت، وابتدت تظهر المناعه ضده لمتحور اوميكرون. اوميكرون كان اضعف في شده اصابه المرض او شده الاصابه بالمرض، لكن اسرع في الانتشار. حصل منه متحور تاني الصيف اللي فات اللي احنا بنسميه البايرولا او البي اي، حصل تحور جديد اللي هو اخر حاجه اللي هو الجي ان 1. ده اللي ظهر الفترة اللي فاتت، بداية ظهوره في شهر سبتمبر تقريبا ابتدى يتعمل له ريبورتنج في الولايات المتحدة، بعد كده ابتدى يظهر في الصين، في الهند، في أوروبا. انتشر الفترة اللي فاتت بصورة كبيرة جدا نتيجة لأجازات الأعياد والتواجد في المطارات والحكاية دي. بعد كده ابتدى يظهر بقى في استراليا وكندا، وطبعا موجود في الفار ايست وفي الميدل ايست في الشرق الأوسط وفي مصر وفي كل حتة، يعني فيش مكان ما فيهوش، وهي دي سرعة الانتشار اللي احنا بنتكلم عليها. طيب ساعات كده كنا الأول بنقول إن لما بيحصل تحور لأي حاجة احنا بننبسط بشكل أو بآخر، لأنه بتكون بشكل مختلف، ولكن بيكون يعني كل ما بيتحور كل ما بيضعف أكتر، وكل ما بيفقد جزء من الخصائص بتاعته أو من الصفات بتاعته. بنخاف بس من سرعة الانتشار زي ما حضرتك اتكلمتي. الفيروس الجديد هيعمل فينا إيه؟ مش هيعمل فينا حاجه جديده، احنا متعودين كل شتاء عن ادوار انفلونزا منتشره جدا بتيجي لكل الناس نتيجه لتغير درجه الحراره. الفيروسات بتنشط اكتر، او فيروسات الانفلونزا عموما اللي بتسبب اعراض الانفلونزا بتنشط عموما في درجات الحراره المنخفضه، زائد الاماكن المغلقه، ما بنفتحش الشبابيك كويس، ما فيش تهويه مظبوطه، الفصول، المدارس، كل الحاجات ديت بتساعد على سرعه انتشار الفيروس. هيعمل فينا ايه؟ شويه اعراض انفلونزا محتاجة علاج مظبوط، لو طولت عن كام يوم لازم نلجأ للطبيب. إنما مفيش حاجة مقلقة، مفيش حاجة تستدعي إن احنا نقول حالات مثلا دخول الأعداد دخلت المستشفيات زادت، حالات اللي دخلت الرعاية المركزة زادت، لا ده ما حصلش.
يعني ان شاء الله ما شفناش يعني الفتره اللي فاتت دي ما شفناش حالات شديده يعني. طب دكتور، المعدل الطبيعي اكتر الفئات يعني تعرضا للاصابه بهذا المتحور، وازاي اوفر ليها الحمايه اللازمه خصوصا ما بين الاطفال او كبار السن؟ طيب هو مش بس الاطفال وكبار السن، احنا طبعا يعني نقول فوق سن 65 سنه، تحت سن 12 سنه، دي الفئات العمريه الاكثر عرضه. ايه كمان؟ المرضى اللي مناعتهم ضعيفه، اللي بياخدوا ادويه مطبطه للمناعه، زي مرضى الامراض المناعيه المزمنه، المرضى اللي عاملين زرع للكلى او للكبد، مرضى الاورام اللي بياخدوا علاج كيماوي او راديوثيرابي. فنتيجه للمناعه الضعيفه احتماليات الاصابه اكبر. طيب ازاي بنمنع؟ التطعيمات اللي فاتت اللي احنا كنا اخدناها قبل كده دي بتدي مناعه، وده نتيجه يعني الكلام دوت ده كلام تقارير ال WHO اللي قالته ريسنتلي، ان هو التطعيمات اللي احنا اخدناها وخصوصا البوستر دوزز تدي مناعه ضد المتحورات الجديده. مستمره بقى ليها مدى زمني كبير ولا يعني بوجود بوستر دوزز او اللي هي الجرعات التنشيطيه؟ تعزيزيه. الجرعات التنشيطيه اللي كل فتره طبعا، وبتساعد قدره الجسم على مقاومه المرض. التطعيم مش بيمنع حدوث المرض، التطعيم فايدته ان هو يمنع حدوث تطور المرض، الاعراض الشديده، فتره دخول المستشفى، امكانيه الدخول للرعايه المركزه، وطبعا بيقلل امكانيه حدوث الوفاه. فدي فايده التطعيمات، مش الغرض من التطعيم. ما احنا كلنا بناخد تطعيم الانفلونزا كل سيزون وبيجي لنا انفلونزا، فمش الغرض من التطعيم ان احنا ما يجيلناش المرض، الغرض ان احنا نحمي نفسنا على قدر الامكان من اعراض المرض. فالتطعيمات، التباعد طبعا، الاماكن المزدحمه، لما يبقى في اماكن مزدحمه قوي لازم نلبس ماسكات. احنا مش هنقول نلبس ماسكات في كل حته، بس في العمره، في المطارات، لازم الاماكن اللي فيها جنسيات متعدده، ناس جايه من سفر، اعداد كبيره، تزاحم شديد، لازم طبعا نبقى لابسين ماسكات. طيب دكتورة، يعني قعدنا فترة طويلة قوي في الإعلام نشتغل على إنه مش أي دور بس ناخد له مضاد حيوي، لفكرة الأنتيبيوتكس قد إيه مضرة، لغاية ما بقى في ناس بقت بتخاف من فكرة الأنتيبيوتك. في الفترة اللي فاتت مع الدور الجديد زي ما بنقول عليه باللغة الدارجة، كتير من الناس خافت تاخد أنتيبيوتك وبقى عندها مشكلة موجودة في الصدر، ما اتعالجتش كويس، خفت من الأعراض الظاهرية لكن لسه تعبانة، لسه خملانة، الصدر مش عارفة تتنفس كويس، هل هو بيصيب الجهاز التنفسي وبعدها بيسيب أثر؟ طيب خلينا نقول شقين. أنا سعيدة جدا إن حضرتك بتقولي الناس بقت تخاف تاخد مضادات حيوية، أنا سعيدة جدا. يعني الحمد لله كان زمان المرضى يدخل هو مصمم ياخد مضاد حيوي. أيا كان بقى فيروسي بكتيري هو ما بيتفاهمش. عانينا كتير علشان نفهم المرضى إن إحنا الفيروس لا يعالج بالمضاد الحيوي، المضاد الحيوي هو مضاد للبكتيريا. العلاج للحالات العدوى اللي موجودة دلوقتي هو علاج في الأساس للأعراض. يعني ايا كان نوع العرض اللي عندنا احنا بنعالج الاعراض، بنستنى 4 لـ5 ايام، لقينا في تحسن خلاص الموضوع خلص. بعض الحالات تحتاج علاج مضادات للفيروسات، مش مضادات بكتيريه، مش مضادات حيويه. امتى بندي مضاد حيوي؟ لو لقينا في عدوى بكتيريه ثانويه او سكندري بكتيريال انفكشن، هي دي اللي بندي عليها مضاد حيوي. انما يعني انا سعيده جدا حضرتك بتقولي الناس خايفه تاخد مضاد حيوي. الشق الثاني بقى، ليه الدور بيطول؟ هو ده رايي بس ولا حضرتك بتشوفي ده بالفعل؟ لا لا، احنا بقينا نشوف كده، دي حاجه جميله جدا. طبعا مش بنسبه 100%، بس طبعا يعني نسبه يمكن 70%، وده تطور هايل يعني. طيب ليه بقى الدور بيطول حضرتك بتقوليه؟ هو الدور بيطول فعلا، بس هو حقيقه الدور بتنتهي بعد 4 لـ5 ايام في معظم الحالات. ايه اللي بيطول؟ حاجه بنسميها حساسيه ما بعد العدوى الفيروسيه او بوست فايرال هايبر رياكتيفيتي. بيحصل تهيج شديد في الجهاز التنفسي عند بعض الناس اللي عندهم قابليه لحدوث الحساسيه، وحقيقه برضو بقينا نشوف عن الناس عمرها ما جات لها حساسيه قبل كده، بيجي لهم ادوار حساسيه بعد ما بيخلص الدور. طب هل دي علاجها بالمضادات الحيويه؟ لا برضو. هل علاجها بالمضاد للفيروسات؟ لا برضو. علاجها بعلاج للحساسيه، سواء كانت حساسيه صدر، حساسيه جيوب انفيه، ايا كانت، ناخد علاج للحساسيه. دكتور، امتى ابتدي اقلق من الاعراض؟ يعني الأعراض المشابهة، ممكن يبقى فيه رشح، ممكن يبقى فيه ارتفاع بعض الشيء لحرارة الجسم، تكسير في العظم. إمتى الواحد يبتدي يقلق لما العرض يزيد شوية ويبتدي يشعر أنه لا، لازم يبقى فيه بروتوكول علاج؟ طيب إيه هي الأعراض في البداية؟ الأعراض بتتراحم بين حرارة، إحساس بالإجهاد، ألام في العظام خصوصا في أسفل الظهر والساقين. بدأت تبقى كتيرة قوي فكرة تكسير الجسم، يعني كتير جدا.
رشح، كحة، إفرازات تنفسية. المختلف شوية كمان وجود أعراض جهاز هضمي زي القيء، الإسهال، وده بنشوفه كتير قوي في الأطفال وبيتم تشخيصه بالخطأ على أنه نزلة معوية، بس هي دي أعراض برضو للمتحور الجديد. إمتى أقلق؟ لو الحرارة استمرت أكتر من 3 أيام متواصلة ما بتنزلش. وبرضو خلينا نعرف كلمة حرارة. درجة الحرارة الطبيعية من 36.5 ل 37.5. إمتى نقول في حرارة؟ لو فوق 6، تحت 6.5 أو فوق 7.5. بطبيعة كل جسم، يعني ما يبقاش أنا متعودة إن ابني حرارته أو أنا حرارتي 36.5 ولما ترتفع ل 37.5 أقول إحنا لسه within range ولسه normal. يعني تعريف ارتفاع درجة الحرارة فوق 37.5 دي أول حاجة، يعني استمرار درجة الحرارة. لو في إسهال مستمر عشان بنخاف من الجفاف خصوصا في الأطفال وكبار السن، الإعياء الشديد اللي هو ممكن يؤدي لدوخة والسقوط وحدوث الحوادث داخل المنزل، فده طبعا لازم ساعتها نتوجه للطبيب. أي أعراض تستمر أكتر من 4 أيام لازم نتوجه للطبيب. طبيعة الدور ينتهي خلال 4-5 أيام. استمرت الاعراض ايا كانت الاعراض دي، نتوجه للطبيب وهو هيقول لنا بقى ايه نوع العلاج اللي احنا محتاجين نكمله. هو اللي بيحدد بقى بروتوكول العلاج ممكن يكون ازاي. بالظبط كده. اكيد. طيب دكتوره، سرعه الانتشار احنا شايفينها ممكن تكون بين الاطفال في المدارس، عشان احنا يعني موسم مدارس زي ما بنقول، او في الجامعات، او في الاماكن اللي ممكن تكون مزدحمه في اماكن مثلا زي المواصلات. كيفيه التعامل مع حاجه زي كده لو احنا واخدين حذرنا ولابسين الماسك، ايه اللي ممكن نعمله عشان يرفع مناعتنا؟ طيب اولا انا لقيت نفسي تعبانه النهارده ما اروحش الشغل، لقيت ابني تعبان ما نزلوش المدرسه. ليه؟ لان هو هيرجع تعبان تاني على البيت وهيكون عدى بقى الفصل كله. نفس الكلام انا في شغلي، على ما يخف ينزل ولا انا هعرف اشتغل. بالظبط كده، ولا انا هعرف اشتغل وهعدي زمايلي اللي موجودين في شغلي. يبقى دي اول حاجه، هي ان احنا المريض يقعد في البيت على الاقل اول 2 ل3 ايام. الحاجه الثانيه ان احنا في الفصول نفتح شبابيك، في اماكن العمل نفتح شبابيك، ما نعتمدش على التهويه الداخليه والاماكن المغلقه. ما نخرجش من جو سخن لسائع ومن سائع لسخن، دي اكتر حاجه ممكن تسبب كمان مش بس العدوى، تسبب تهيج الجهاز التنفسي وتزود حدوث احتماليه حدوث اعراض ما بعد يعني انتهاء العدوى او تحسن العدوى. طب طرق الوقايه دكتوره، يعني مثلا دايما مهم جدا فكره تحسين الجهاز المناعي للجسم، وبنسمع الكلمه دي دايما ان كلما كان الجسم جهاز المناعه قوي فممكن ده يبقى حائط صد ضد اي فيروسات محتمله يعني. طب انا هنا ازاي اقوي جهازي المناعي؟ رقم 1 في تقوية جهاز المناعة هي التطعيمات، ورقم 2 التطعيمات، ورقم 3 التطعيمات. مش النظام الغذائي، النظام الغذائي يليها النظام الغذائي. الهيلثي لايف ستايل أو النظام الحياتي الصحي أو أسلوب الحياة الصحي. يعني لازم آخد تطعيمات، ده مهم. طبعًا تطعيمات هو الوقاية، تطعيمات. أوكي؟ ده إحنا الهيلثي لايف ستايل ده حاجة ثابتة عندنا، إنما التطعيمات هي عشان أقول الوقاية من مرض كذا يبقى التطعيم ليه أساسي. الهيلثي لايف ستايل او النظام الحياتي الصحي او اسلوب الحياه الصحي، من الاكل للرياضه، شرب الميه، نوعيه الاكل ان احنا ما ناكلش اكل الشارع عموما، يعني احنا دايما نقول ايه؟ ناكل اكل البيت ايا كان اكل البيت. يبقى بضمن فيه نظافته، بضمن فيه يعني عوامل امان كتيره جدا طبعا. كل حاجه، غذاء متوازن نظيف موجود في البيت، اي حاجه بره البيت غير متوازنه ومش هقول مش نظيف بس درجه نظافتها نسبه التلوث ده بيقلل مقاومه الجسم. اي عدوى او اي مرض بيجي لجسم الانسان بيعتمد على حاجتين، قوه المرض او شدته، الحاجه الثانيه مناعه الجسم. يعني انا وزميلي اللي في نفس عمري ونفس فئتي الصحيه يجي لنا نفس المرض، هو مقاومته تبقى افضل مني. ليه؟ للحاجتين دول، نوع العدوى اللي جات له او شدتها، مقاومه جسمه صحيح. او جسمي للمرض ده. فاحنا نقوي مناعه جسمنا بالهيلثي لايف ستايل، وبالنسبه المناعه المتخصصه بالتطعيمات. طيب دكتوره، الناس دايما بتتكلم انهم حاسين ان بعض التطعيمات اللي خدناها في العالم كله بعد كورونا دايما مصدعين، دايما مش بيبقوا مركزين قوي، زي ما تقولي كده ذاكره ضبابيه مثلا، جسمهم بيبقى واهم في بعض الاحيان. هل فعلا في انخفاض في مناعه الجسم عند مختلف سكان العالم؟ وده طبعا يعني عينه بحثيه واسعه جدا،
بعد كورونا وبعد تطعيمات كورونا؟ مفيش أي حاجة ريبورتد علميا بالأبحاث تقول إن التطعيمات بتسبب الأعراض ديت. إنما فترة الإغلاق اللي حصلت وقت الكورونا عملت لناس كتير جدا أعراض إحنا مش حاسين بيها، ليها علاقة بحالتنا النفسية، بالحياة، اللايف ستايل الساكت، إحنا ما بنتحركش كتير، ما بنخرجش، فهو ده اللي عمل لنا الأعراض دي. لكن مش، لا طبعا ما فيش حاجة ريبورت تقول إن التطعيمات بتعمل كده. مش بس عشان انا مش برو تطعيمات، انما انا بقول وقائع علميه حقيقيه، يعني مش هقدر اقول ان التطعيم هو اللي سبب كده. اه طبعا في مشاكل للتطعيمات، في اعراض جانبيه، دي حاجه موجوده في كل حته. حضرتك لما طعمتي ابنك وهو بيبي صغير كان بيروح يسخن طبعا، صح؟ كان بيبقى كانه جات له العدوى نفسها. فكل التطعيمات ليها اعراض جانبيه، انما ما فيش حاجه مسجله علميا بتقول ان التطعيمات تعمل الاعراض اللي احنا بنشتكي منها دي. طب الاصابات المستمره على المدى البعيد بعد انه الشخص يصاب بفيروس متحور من المتحورات دي لكورونا، بنسمع دايما حاجات بوست كورونا، ما بعد كورونا، انه دايما بيبقى فيه على الامد البعيد بحس بتعب في الحركه في الجسم. هل فعلا التاثير بيبقى ممتد على يعني على مدى بعيد، وده اواجهه ازاي او اتعامل معاه ازاي؟ صح، في حاجه اسمها متلازمه ما بعد الكورونا، دي ليها شقين، جزء ليه اعراض الجهاز التنفسي واعراض بتحصل في الجسم عموما. اعراض اللي بتحصل في الجسم عموما احساس باجهاد عند بعض الناس ممكن يستمر من 3 لـ6 شهور، وخصوصا في السيدات، يعني دايما الشكوى انا ما رجعتش زي ما كنت، ايوه قدرتي على اداء مهامي اليوميه، مش انا اللي كنت ده قبل ما اصاب بالكورونا مثلا. بالظبط، دي حقيقه، قدرتي على اداء مهامي اليوميه مش هي اللي كنت بعملها قبل كده، بنهج بسرعه رغم انه بياخد علاج. الحاجة التانية اللي كنا قلناها من شوية، حساسية الجهاز التنفسي سواء في الأنف أو في الصدر، بعض المرضى بيحتاجوا يستمروا على البخاخات خلاص فور لايف، بعضهم بيحتاج يستمر عليها شهور، عدد شهور 3 لـ6 شهور، بعد كده بيقدر يوقفها تاني. إنما طبعا في أعراض متلازمة ما بعد الكورونا موجودة، وموجودة منتشرة كتير طبعا. أكيد دكتورة فاطمة، ساعدنا بوجودك معانا النهاردة، ربنا يسلم كل الناس ونحافظ على صحتنا كلنا. كل شكر ليكي الدكتورة فاطمة الزهراء سعد، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر كلية طب حلوان. نورتينا، أهلا، نورتينا وشرفتينا دكتور. لسه مكملين معاكم صباح الخير يا مصر، نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم، وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع فريق بيراميدز اللي خسر من نادي سان داونز بنتيجه 1-0 في المباراه اللي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجوله الرابعه من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا. هيصعب الموضوع على بيراميدز فرص التاهل. بالنتيجه دي اعتلى سان داونز ترتيب المجموعه برصيد 7 نقط، ومازيمبي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط، وبيراميدز في المركز الثالث بـ4 نقاط، ومازيمبي في المركز الرابع بـ4 نقاط. النادي الأهلي أرسل خطاب امبارح لرابطة الأندية المحترفة بيعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم، وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية واللي أبرزها ضغط البطولات والمباريات. كلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أفراد من جهازه المعاون بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع أوراوا الياباني، وده كان امبارح في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وده لرغبة كولر في جمع أكبر قدر من المعلومات عن الفريق اللي هيلعبه في مباراة تحديد الميدالية البرونزية بمونديال الأندية. معتمد جمال المدير الفني للزمالك حرص على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اللي أقيمت امبارح على ملعب انتر الأنجولي استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وشرح المدير الفني للعيبة برنامج التدريب وأبرز الجمل الفنية اللي هيتم تطبيقها في المران بجانب بعض المواقف والأخطاء لتجنبها في اللقاء. اتحاد الكرة المصري تلقى إخطار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بتأهل منتخب مصر الأول لكرة الصالات لأمم أفريقيا المقبلة والمقرر لها 2024، وتأهل مباشرة المنتخب الوطني والمغرب وأنغولا وفقا لتصنيف أحسن 3 منتخبات في آخر كأس أفريقيا.
فريق السلة سيدات بنادي سبورتنج نجح في التتويج بلقب البطولة الأفريقية للأندية واللي أقيمت على صالة النادي السكندري بإسكندرية، وحصد سبورتنج لقب البطولة الأفريقية وده بعد الفوز على هيئة الموانئ الكينية بنتيجة 103-59. محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية واللي أقيمت بجنوب أفريقيا. البطلة المصرية الصاعدة رؤية سالم توجت بلقب بطولة أمريكا لناشئات الاسكواش تحت السن 17 سنة وده بعد فوزها في النهائي على الأمريكية ديكسون هيل بنتيجة 3-1. البطل المصري الصاعد مروان عسل توج بلقب بطولة أمريكا لناشئي الاسكواش وده بعد ما فاز في المباراة النهائية على يوسف سالم بنتيجة 3-0. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأهل امبارح لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة في نصف نهائي المونديال في البطولة اللي بتحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 ل22 ديسمبر الجاري. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لمنى ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليكي يا لمياء. من الجولة الرياضية اللي تبعناها مع الزميلة لمياء أخبار مهمة جدا ومباريات مهمة جدا اتلعبت امبارح. فريق مانشستر طبعا سيتي الإنجليزي تأهل امبارح لنهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوروا الياباني بنسبة نتيجة 3-0. كمان فريق بيراميدز خسر من سان داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف وده صعب موقفه في مجموعات دوري أبطال إفريقيا. في تفاصيل كتير محتاجين نعرفها عن المباراتين وكمان مباراة الزمالك مع ساجرادا الأنجولي، هنعرف كل التفاصيل دي من عثمان إبراهيم الناقد الرياضي. صباح الخير ومنورنا يا عثمان، أهلا وسهلا بيك. طبعا صباح الفل عليكم طبعا وكل المشاهدين. بس أنا قبل ما نخش في الكورة أخبار شدتني كام خبر كده مهمين، خاصة السكواش. الخبرين ان هم البطل والبطل المصريين اللي كسبوا بطوله الناشئين في امريكا في لوس انجلوس، لان دي نقطه مهمه لان السكواش هتبقى لعبه اولمبيه في 2028، فان شاء الله تبقى مجال كبير لمصر ان احنا نجيب اكبر قدر من الميداليات في اولمبياد 2028. خلينا دايما نبص للمستقبل مش بس باريس 2024، كمان نجهز للي بعد كده، لان اللعبه هتبقى من الالعاب المضافه اللي هي بتختارها الدوله المضيفه في 2028. فان شاء الله دي بشره خير ان احنا في 2028 في كده كام ميداليه سكواش هيبقوا معانا باذن الله. حاجه ثانيه، رقية سالم ومروان عسل البطلين دول تحت 17 سنه، فما شاء الله يعني المستقبل ان شاء الله مش بس الحاضر، ان شاء الله المستقبل. كمان سبورتنج سله سيدات يفوز ببطوله افريقيا لسكوت سله، زي ما النادي الاهلي فاز بافريقيا لكره السله. اعتقد في اختلاف كبير في كره السله المصريه خلال الفتره الاخيره، ونتمنى كده يكون في نجاحات في كل الالعاب ان شاء الله باسم مصر، ودايما رايه مصر مرفوعه ان شاء الله. أكيد. إحنا كنا بنتكلم دلوقتي عن فوز، لكن أنا أول سؤال ليا هتكلم فيه عن الخسارة بتاعة امبارح، خسارة بيراميدز قدام سان داونز. أنت شفت المباراة امبارح عاملة إزاي؟ يعني بصراحة هي المباراة دي كانت مباراة عنق الزجاجة بالنسبة لبيراميدز. كان لازم إن هو وصل لمرحلة أنا عندي 4 نقاط بعد 3 جولات زي بقية الفرق اللي معايا. طبعًا هي المجموعة دي أصعب مجموعة، خلينا متفقين، أصعب مجموعة في المجموعات الأربعة، فيها تنافسية عالية جدًا. سان داونز بخبراته ولسه واخد بطوله الدوري الافريقي النسخه الاولى، وهو منافس شرس في السنوات الاخيره في دوري ابطال افريقيا. مازيمبي الكونغولي عنده خبرات كبيره جدا، وناخد بالنا ان مازيمبي ده اللي هو كان اسمه انجلبير زمان، فهو عنده 5 ألقاب في دوري الابطال، يتساوى مع نادي الزمالك في المركز الثاني كالاكثر تتويجا في دوري ابطال افريقيا. بيراميدز طبعا فريق صاعد وواعد على الصعيد المحلي وكمان الصعيد الافريقي، مش صاعد وواعد ان هو طالع من درجه ثانيه، لا صاعد ان هو بينافس او عنده طموح المنافسه على الالقاب حتى لو لم يحقق الالقاب لحد دلوقتي. والمفاجاه بتاعت البطوله ان وديب الموريتاني اللي برضه وصل للنقطه 4 بعد 3 جولات. فكان مهم ان سان داونز كان نظريا هو عدى المرحله الصعبه وتعادل مع سان داونز بجنوب افريقيا، فالكل كان متوقع ان يكون في رد فعل اقوى في المباراه اللي كان في استاد الدفاع الجوي طبعا في القاهره، ولكن بكل اسف سان داونز بخبراته عرف يسيطر على اللقاء. اعتقد ان باتشيكو بدا اللقاء بشكل غلط، لدرجه عايز اقول لكم ان لو شفتوا استحواذ على الكوره في الشوط الاولاني فقط كان سان داونز 67%، بيراميدز 33%، يعني كان سان داونز بيلعب على ارضه يمتلك الكوره وسجل هدف، وحتى تيبوه مكوينا اللي جاب الهدف اتصاب بعد كده ما اثرش على الاستراتيجيه بتاعت الفريق وكملوا وحافظوا في الشوط الثاني رغم من دفاع بيراميدز الهجومي، حافظوا على النتيجه عشان تتصعب مهمه بيراميدز بشكل كبير. ده هيخليني اسال حضرتك، باتشيكو ادار المباراه ازاي؟ التكتيك اللي لعب بيه وادار المباراه وفكره برضو التبديلات،
اشتغل عليها ازاي للمدربين الاثنين. تمام. بص، لما تلعب سان داونز مربط الفرس بينك وبينه هو نص الملعب، لان سان داونز فرقه بتعرف تمتلك الكره بشكل كبير. انا اتفاجئت ان باتشيكو بدا المباراه منزل فخر لاكاي ومنزل فيستون مايلي الاثنين في خط الهجوم، وكان معاهم كريم حافظ برده لاعب كجناح شمال. طب ازاي بتعمل كده وبتفضي في وسط ملعب؟ يعني لا في مصطفى فتحي ولا في عبد الله السعيد، انا ما كنتش عارف وجهه نظره ايه بصراحه. مهم جدا كمان، مهم جدا. طب حتى لو لياقيا ممكن لك بدنيا مش هيقدر يلعب 90 دقيقه، انا متفق ما فيش مشكله، لكن كان ممكن تخليه يبدا ينزل من الشوط الثاني مثلا ويمسك اللعب. طب مصطفى فتحي فين؟ مصطفى فتحي لاعب مهم جدا جدا، بيفتح لك جبهه، بيقدر يمسك الكوره، هيعمل هجمات خطيره. ففكره ان تلعب باثنين مهاجمين او فخر لاكاي يلعب تحت فيستون مايلي، انت فقدت نص ملعب وما استفدتش هجوميا، يعني لا مسكت نص ملعب ولا بقى ليك فرص هجوميه قويه خلال اللقاء. عايز اقول لك الشوط الاولاني كان يعني زي ما قلت لك امتلاك الكوره لبيراميدز قليل جدا جدا، يكاد يكون نص امتلاك سان داونز. الشوط الثاني مصطفى فتحي نزل بعدها بشويه، عبد الله السعيد نزل، الشوط الثاني امتلاك الكوره بقى اكتر لبيراميدز. يعني لو احصائيه الشوط الثاني لوحده بيراميدز 51% 49، يعني كان في افضليه نسبيه لبيراميدز، او على الاقل بقى في تساوي في امتلاك الكوره. لكن الشوط الاول كان واضح جدا ان نص الملعب كان منهار او كان بعيد تماما عن سيطره بيراميدز، واعتقد ان هو دفع الثمن بالهدف اللي جه تسديده على بعد 25 او 26 يارده، فدفع ثمن ده غالي ودخل فيه الهدف. وسان داونز عنده قلت خبرات كبيره جدا جدا، عارف يتمركز دفاعيا. بيراميدز جات له فرصه واحده خطيره في الوقت اللي بعد كده من بعد تسجيل الهدف، لكن ما استغلهاش. والماتشات الكبيره الفرص فيها قليله طبعا، فلازم تستغل الفرصه اللي تجيلك عشان تخلص وتخطف. دلوقتي سان داونز 7 نقاط، مازيمبي 7 نقاط، بيراميدز ونواذيبو 4 نقاط، اعتقد المهمه بقت صعبه جدا جدا لبيراميدز. طيب انت شايف ان باتشيكو هو اللي يتحمل المسؤوليه كامله بالخطه اللي كان حاططها، بالشكل اللي كان حاطه، بالتشكيل اللي كان حاطه، ولا كان في ظروف ما ساعدتوش؟ يعني اصابه الشناوي مثلا اعتقد ان دي ممكن تكون مؤثره، نتيجه بيراميدز الاخرانيه مع بلديه المحله والعقوبات الماديه اللي النادي عملها على اللاعبين برده ممكن مخليه صعوبه الموقف اصعب، يعني ولا هو كان فعلا باتشيكو يتحملها كامله؟ كره القدم انا بقول دايما ان كره القدم لعبه جماعيه. يعني ايه لعبه جماعيه؟ يعني القصه مش مدرب بس، مش لعيبه بس، مش اداره بس، هو مثلث متكامل. لازم تكون اداره واعيه كويس جدا جدا، تعرف بتدير الفريق بشكل جيد، امتى بتعاقب، امتى بتدي جزاءات، امتى بتدي مكافآت، دي نقطه مهمه. يبقى في كادر اداري فاهم وواعي بيعمل ايه وامتى يعاقب وامتى يدي مكافآت. الناحيه الثانيه والجزء الثاني الجهاز الفني بقياده المدير الفني، ده برده ضلع مهم في المثلث. الضلع الثالث اللاعبين، ما دام حصلت خساره وما دام في مشاكل فانا بقول لكم لا، يبقى في خلل ممكن في المنظومه كلها، مش في جزء وجزء. لا، ربما يكون باتشيكو غلط فعلا في التشكيل اللي بدا بيه اللقاء، او ان هو التصور اللي بدا بيه اللقاء يكون غلط فيه ويتحمل مسؤوليه، لكن برده اللاعبين اكيد عليهم مسؤوليه كبيره. موضوع الاصابات ده موضوع قدري وكل الانديه بتتعرض له. واللي انا استغربناه كلنا امبارح ان احمد الشناوي مصاب، توقعنا شريف اكرامي يكون موجود، لان شريف اكرامي هو اللي عمل قاعده البدلاء، وميهوب طبعا او احمد ميهوب الحارس الصاعد هو اللي وقف، بس ما اعتقدش ان ميهوب يتحمل كتير. على فكره احمد ميهوب في كوره انفراد صدها، كوره كانت صعبه جدا جدا جدا، عمل نتيجه 2-0، فانا شايف ان هو حتى الجون اللي دخل فيه ما اقدرش الومه، الكوره كانت صعبه، تسديده ارضيه في وسط زحمه وغياب الرقابه من لاعب الوسط. فهستبعد قصه اصابه الشناوي، لا في مشكله داخل الفريق ممكن يكون في طموحات اللاعبين بشكل معين، او انتوا ناويين تعملوا ايه، ربما في مشكله في الحته دي، في مشكله ان امتى اعاقب زي ما قلت من شويه وامتى كافئ اللعيبه، برده الحكايه دي محتاجه تتظبط. وباتشيكو كالعاده احنا قلنا المشكله بتاعته في ماتش امبارح. طب نروح معاك بقى لمونديال الانديه في جده، وفوز مانشستر سيتي على اوروا الياباني امبارح. تقييمك للمباراه، شفت المباراه ازاي والنتيجه اللي حققها مانشستر سيتي؟ اعتقد ان هي نتيجه متوقعه جدا جدا، 3-0 منطقيه. منطقيه جدا. عايز اقول لك ان مدرب اوراوا ريدز نفسه ماتشايس كورزا بولندي هو قال انا بلعب افضل فريق في العالم، يعني هو راجل معترف تماما ان هو السيتي افضل فريق في العالم، واعتقد ناس كتير تتفق مع هذا الكلام. يعني مانشستر سيتي بطل دوري ابطال اوروبا النسخه الاخيره، وكان بيحاول سنين لحد ما حقق حلمه بالتتويج بهذا اللقب، مسيطر تقريبا على البطولات الانجليزيه في السنوات الاخيره فيما عدا بعض البطولات القليله اللي فيها منافسه من ليفربول تحديدا، ونجمنا طبعا محمد صلاح، او بقيه نجمنا محمد صلاح. غير كده السيتي تقريبا شبه مسيطر، فلا السيتي فرقه تقيله. اي نعم بيفتقد ايرلينج هالاند، بيفتقد جيرمان دوكو برضو لاعب يعني قنبله الموسم بالنسبه للموسم الحالي. الاثنين جوارديولا قعدهم جنبه مش على الدكه، ده قعدهم جنبه بره التشكيل خالص، يعني طلعهم بره ال 23 قايمه ودخل باللعيبه اللي شفناهم امبارح في اللقاء. سيطره
كامله لمانشستر سيتي. ده مش المباراه دي بس، ده المباراه دي والمباراه الجايه كمان. لا بالنسبه للمباراه دي خلاص امس خلاص الامور واضحه وسهله، وطبعا الفريق الياباني مع احترامنا ليه، وطبعا الفريق الياباني على فكره توج بدوري ابطال اسيا على حساب الهلال السعودي. صحيح، يعني ما كانش يعني برضه صعوده ما كانش سهل، ولكن في فرق مستوى رهيب بين السيتي. احنا شفنا امبارح مان سيتي الكره على طول في رجليهم وهم على طول. انا عايز اقول لكم ان رودري امبارح اللي هو لاعب وسط مانشستر سيتي عمل 108 تمريره، هو لعب حاجه و70 دقيقه 77 دقيقه بالظبط، عمل 108 تمريره صح من 111، يعني عمل 3 تمريرات غلط. 108 تمريره رقم خرافي في كره القدم، يعني لاعب هو زي ما بيقولوا كده ده محور الاداء، مع انه لاعب وسط مدافع لكن هو اللي بيربط الدفاع بالهجوم، وده برضو يفسر سر ليه السيتي الكره دايما في رجليه، اول ما بتتقطع منه كوره بيضغطوا ياخدوها ويبداوا ينقلوا مره تانية. سجلوا الهدف الاول بتوفيق كبير طبعا، كان هدف عكسي، لكن في الشوط الثاني طبعا انخفض فريق روا بريدز الياباني بدنيا بشكل واضح، وده ادى فرصه للسيتي انه يسجل الهدف الثاني والثالث، وضيع كمان 3 4 اهداف كان ممكن يعملوا سكور كبير جدا، ممكن تبقى النتيجه اتقل من كده يعني اكتر. طبعا طبعا اكيد. اعتقد ان السيتي الماتش الجاي يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 8 النهائي مع فلومينينزي، اكيد الماتش هيبقى اصعب على السيتي لان فلومينينزي اكيد اتقل من فريق اوراو ريدز الياباني، لكن اعتقد ان السيتي بالنسبه تتخطى 70% هيكون هو بطل كاس العالم للانديه. كنت لسه هسالك ازاي بتقولي ان المباراه هتكون صعبه على المان سيتي، احنا شفنا المباراه فلومينينزي كان بيلعب لعبته جاري يمكن وهو بيلعب معانا وقت المباراه. طب اقول لك على حاجه، فلومينينزي لو حد بيتابع الكره البرازيليه او كوبا ليبرتادوريس اللي هو فاز بيها فلومينينزي، هو فاز بيها يوم 14 يعني حوالي شهر وكام يوم، دي كورته، هو بيلعب كره زي ما بيقولوا سموها كره الشوارع، الكره العشوائيه اللي هي كره اللعيبه كانوا بيلعبوا خماسي، اللعيبه تقرب من بعض في المساحات ويبصوا تمريرات كتيره جدا جدا. يعني لو حد راجع ماتش الاهلي وفلومينينزي، فريق فلومينينزي جات له فرصتين في الشوط الاول كانوا تسديدتين، الاثنين جم من القائم، غير كده ما عملش فرص خالص لحد ركله الجزاء، ما هوش اي فرصه خالص بالعكس في الشوط الاول. لا ده لحد ركله الجزاء كمان. يعني لو حد لحد ما وصلنا ركله الجزاء اللي هي فيها كلام كتير جدا جدا، في تسديدتين اللي جم في القائم وخرجوا، غير كده فلومينينزي كانش ليه وجود، بالعكس الاهلي اللي ضيع فرص كانت محققه، وكان ممكن هو لو الاهلي اعتقد تقدم في النتيجه الامور كانت هتتغير تماما. الهدف الثاني جابوه من كره مرتده لان خلاص الاهلي اندفع واخر 20 دقيقه ولابد ان تبحث عن التعادل. فاعتقد ان فلومينينزي بمعدل اعماره الكبير هيتعب جدا مع مانشستر سيتي. بس نجوم مانشستر سيتي، هل ممكن نقول كده بلغه الكوره كعبهم عالي عن فلومينينزي بالنسبه للسن للياقه البدنيه للمهارات الموجوده طبعاً الفنيه كمان اللي موجوده عندهم بدنيا أكتر؟ بدنيا فنيا ممكن تلاقي فيه لعيبه مهاريه في فلومينينزي اكيد، ده البرازيل معروفه يعني. حتى المهاجم بتاعهم ارجنتيني حتى مع كبار السن او حتى ولكنهم مهاريين جدا. انت عندك مارسيلو واحد اكتر لاعب واخد بطولات مع ريال مدريد قبل ما ينتقل لفلومينينزي البرازيلي، يعني وعنده خبرات كبيره جدا جدا. حارس المرمى عنده 43 سنه بس خبرات كبيره جدا جدا. فيليبي ميلو المدافع عنده 40 سنه بس خبرات كبيره جدا جدا، ولكن كل ده بخلاف هذه الخبرات. لكن اعتقد السيتي اللي شفناه امبارح ان جوارديولا بيعتمد على الحيويه والشباب والجري كتير وامتلاك الكوره، فاعتقد ده مفتقد ومش موجود عند فلومينينزي. الله ينور عليك، هي دي النقطه، دي كلمه السر اللي اعتقد انها ترجح كفه السيتي. بس فلومينينزي ممكن يلعب بفكره السن على عامل الخبره، يعني لو ضيق مسافات وقفل مسافات اكيد ده هيحصل. بس اللي اقصده بقى ان ممكن كل المباراه مطول ما يتجرش لفكره ان هم يفضلوا يجروا اكيد رايح. بس كل المباراه مطول اعتقد في صالح السيتي ان هو طبعا بدنيا ممكن يكون، حتى امبارح بعد ما سجل الهدف الثاني والثالث بدا يطلع 4-5 عناصر اللي هم تقال منهم رودري منهم برناردو سيلفا بيريح منهم فودن، فبيريحهم عشان خاطر وعارف ان بعد يومين او يوم الجمعه ان شاء الله عنده المباراه النهائيه. لكن الناحيه الثانيه يهمنا ان احنا شفنا اوراو ريدز امبارح، عشان برده شايف في نغمه كده الناس بتقول كتير من جماهير النادي الاهلي، خلاص انا كان نفسي اروح النهائي فانا ما رحتش، فالماتش التالت والرابع مش فارق معايا. لا يا جماعه، هنا لازم نعمل نقطه ونستنى ونتكلم. الاهلي هيلعب على الميداليه البرونزيه للمره السادسه في تاريخه. هو خد 3 وخسر 2، خد المركز الرابع في مرتين. البرونزيه الرابعه مهمه جدا، ليه؟ لان البطوله دي بشكلها ده دي اخر نسخه. ايوه. وحاجه ثانيه ان النسخه الجديده من كاس العالم للانديه هتبقى كل 4 سنين مع 32 فريق وما فيش مباراه لتحديد المركز الثالث. يعني دي اخر برونزيه انك انت ممكن تاخد لا البرونزيه تحديدا، مفيش مباراه تضيف رصيدك للاهلي، مفيش تحديد مركز ثالث تاني بعد كده، يعني حتى لو وصلت سيمي فاينل ومش هتوصل للفاينل مفيش ثالث ورابع. فدي اخر برونزيه لكاس العالم للانديه، فتظل رقم تاريخي للاهلي حققه. الحاجه الثانيه هتوصل للميداليه الرابعه في تاريخك، اي نعم الاربعه برونز، بس هتبقى تاني اكتر فريق في العالم حقق ميداليات، لان ريال مدريد عنده 5 ذهب، برشلونه عنده 3 ذهب، الاهلي عنده 3 برونز. فلو حققت ميداليه رابعه هتبقى تاني اكتر فريق في العالم حقق 4 برونزات. عايز اقول لجمهور الاهلي اكيد كان في طموح كبير توصل النهائي، ولكن الفريق بيوصل 6 مرة قبل نهائي كاس العالم للانديه، ده رقم مفيش نادي في العالم عمله. الفريق بيوصل 4 مرة على التوالي لنصف النهائي، مفيش فريق عمله.
عايز اقول لهم حاجه تانية، الناس بتقارن الجيل الذهبي بيه ولا كان جمهور الاهلي سمعك، هو عينه كانت على اكيد طبعا الطموح ده كل الكلام الطموح مشروع ده. لا انا بتكلم على احباط. ليه احباط؟ لان الجيل الحالي بصراحه مظلوم. يعني برضو خلينا نتكلم، السوشيال ميديا عنيفه جدا جدا. يعني السوشيال ميديا حاليا اعتقد لو كانت موجوده ايام الجيل الذهبي الحضري وبركات ومتعب ولاعيبه كتير نجوم منتخب مصر طبعا، اعتقد لو كانت موجوده السوشيال ميديا بشكلها الحالي كان في مشكله كبيره، لان الجيل الحالي فعلا مظلوم. عايز اقول لكم الجيل الحالي 4 سنين ورا بعض بيوصل للنصف النهائي. الجيل الذهبي في عزه وصل قبل النهائي مرتين بس، خد مركز ثالث مره ومركز رابع مره. بالصدفه ماتش فلومينينز البرازيلي ده الماتش رقم 12 للجيل الحالي، يعني 12 مباراه في كاس العالم للانديه. نفس الجيل الذهبي كله ماتشاته كلها كانت 12 برضه، يعني دول لعبوا 12 و12. الفرق ايه؟ الجيل الذهبي فاز 3 ماتشات وخسر 9، ده هو الجيل الذهبي الاهلي من 2005 2013. الجيل الحالي من 2020 ل 2023 لعب 12 مباراه، كسب 6 وتعادل مباراه وخسر 5. الخمسه اللي خسرهم قدام مين؟ ريال مدريد، بايرن ميونخ، فلومينينز البرازيلي، فلامينجو. يعني تقيله جدا. لا بطولات اصعب، بطولات اصعب. عشان كده الجيل الحالي لازم ياخد حقه ان هم عاملين انجاز تاريخي، وان شاء الله ربنا يكرمهم يوم الجمعه وياخدوا الميداليه البرونز ماتش ان شاء الله الساعه 4:30 العصر. ان شاء الله اتمنى جمهور النادي الاهلي في السعوديه يكون موجود بشكل كبير جدا جدا، يحيي اللعيبه دي على المشوار العظيم اللي عاملينه في الاربع سنين، وتبقى ميداليه رابعه تاريخيه. والاهلي عنده مجموعه من الارقام القياسيه العظيمه في البطوله دي. حسين الشحات 14 مباراه، اكتر لاعب في التاريخ يشارك في كاس العالم للانديه كمباريات. عايز اقول لكم ان محمد هاني وطاهر محمد طاهر الاثنين عندهم 12 مباراه وراهم اليو ديانج 11 مباراه. لا في ارقام يا جماعه عظيمه جدا الاهلي بيحققها. ما تبصوش اللي بيتكلم على ارقام سلبيه او اللي بيشمت في النادي الاهلي عشان هو يعني فشل كرويا انه يعمل انجازات خلال، مش بس انجازات مره واحده بالصدفه وخلاص، لا انجازات مستمره. عشان كده ده دايما هو اللي عامل مشكله للنادي الاهلي مع المنافسين بتوعه. شكرا ليك، نورتنا وشرفتنا. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء، موجز التاسعه صباحا مع لمياء حمدين. اتفضلي لمياء. شكرا محمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري. وقال الرئيس السيسي إن النجاح الحقيقي لمصر تمثل في مستويات المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات. وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمصريين. هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة. وفي رسالة بعثها الرئيس الجزائري للرئيس السيسي، أكد تبون حرص بلاده الدائم على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة مع مصر في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى أن إعادة انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة هو تمكين له لمواصلة مسيرة قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والازدهار وتعزيز دورها الرائد، لا سيما في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. وفي بكين أكدت الخارجية الصينية أن مصر ستحقق نجاحا أكبر في مجال التنمية الوطنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن بكين تنظر إلى علاقاتها مع مصر من منظور استراتيجي طويل الأمد. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، تناول التحديات الأمنية بمنطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر. وخلال الاتصال استعرض بلينكين مع شكري جهود واشنطن لمنع نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم والعمل بكافة الوسائل للحلولة دون وقوع ذلك. وقعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطيرة،
ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 130 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة. وفي حي الرمال بمدينة غزة أوقع قصف إسرائيلي على برجين سكنيين شهداء ومصابين، بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض. كما قصفت قوات الاحتلال بشكل مكثف منطقة ببيت حنون مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين. أرجئ مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في قطاع غزة إلى اليوم بعد إرجاءات سابقة ومتكررة للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح. وبحسب مصادر دبلوماسية، دعت المساودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات إلى تعليق العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إفساحا لإدخال المساعدات الإنسانية. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاعتقالات والمداهمات لبلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. وفي جنين وقعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليمون غرب المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي توباس وبلدة تومون شمال الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال. أكدت الولايات المتحدة أن الهجمات التي يشنها مسلحون على سفن بالبحر الأحمر يجب أن تتوقف. وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة وشركائها سيواصلون حماية السفن من الاستهداف. وأطلقت الولايات المتحدة عملية متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر لحماية التجارة. يؤدي اليوم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة. يأتي ذلك إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. النهارده العالم بيحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني، يوم مهم بينادي بأهمية نشر ثقافة التعاون والمساعدة بيننا وبين البعض. اليوم الدولي للتضامن الإنساني فرصة عشان نقدر نقدم لولادنا دروس توعية في أهمية مساعدة الغير، في ترسيخ مبدأ التعاون والمشاركة، عشان نقدر نخلي مجتمعنا مجتمع آمن وصحي، مجتمع متشابك وكمان مترابط. ده حقيقة. منا 20 ديسمبر زي ما قلنا في أول حلقة هو يوم التضامن الإنساني اللي أقرته الأمم المتحدة. دايما في اليوم ده عايزين نعرف إزاي نترجم هذه القيمة أو هذا المعنى إلى أفعال حقيقية على الأرض، من خلال التربية، من خلال الصحة النفسية والتنشئة كمان الاجتماعية بشكل كبير. كلام كتير عن فكرة التضامن المشاركة هنناقشه مع ضيفتنا الدكتورة شيرين الدرديري استشاري الصحة النفسية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مصر كلها. كلام جميل جدا، بنتكلم على يوم للتضامن الإنساني، يوم بنؤكد فيه على قيم التعامل ومساعدة الغير بشكل كبير. إزاي نترجم اليوم ده لأفعال حقيقية في الواقع؟ لسلوكيات. أيوة، لسلوكيات نعلمها لأبنائنا وللأجيال الجديدة اللي موجودة، لأنها في لخبطة على فكرة. يعني الجيل الجديد شوية عنده نوع من التشويش نتيجة طبعا مش يعني نتيجة السوشيال ميديا ودخول ثقافات دخيلة من خلال البوابة بتاعت السوشيال ميديا على القيم بتاعت الجيل الجديد اللي دوبت شوية شوية كده من الهوية المصرية القديمة اللي بتدعم قيمة التكافل والتضامن الاجتماعي، اللي أنا بلخصه في قيمة سماوية كل الأديان اتكلمت عنها وهي قيمة العطاء. وخليني أقول معلومة مهمة قوي، أني يعني من دراستي في علم النفس سنين كتير وخبرتي، أن البني آدم لما بيعطي أو بيساعد حد بتتملي مراكز الطاقة اللي عنده، بتتشحن بطاقة إيجابية، لأنه بيحس أنه هو يعني عارف لما تشوف عملك بيكلل في فرحة عين شخص أو في سعادة حد، ده بيدي ليك طاقة إيجابية.
فالعطاء مش لازم يكون له مقابل مادي او مقابل حتى على فكرة اجتماعي، ان مجرد ان الشخص يعطي ده بيعمل للشخص نوع من الطاقة الإيجابية وان هو ليه دور في المجتمع. مش عايزين نتكلم كلام شعارات قوي قد ما انا عايزة اوجه الامهات ان هم يرجعوا يزرعوا القيمة دي في عقول الاطفال، لان دول طبعا يعني حجر الاساس بتاع المجتمع الجاي بتاعنا. بس انا عايزه اختلف معاكي يا دكتوره في حاجه صغيره. احنا في مصر يمكن عندنا العمل الاهلي ده موجود من سنين السنين، وده كان جزء من ثقافتنا يعني. حتى بنشوف من زمان قوي من قبل ما يبقى العمل بشكل منظم كان عندنا الوقف والوقفيات، حتى بالزبط. زمان كان موجود للناس الاكثر حظا يعني والاكثر ثراء، والناس الاقل حظا كانت بتساعد بمجهودها. يمكن في الفتره الاخيره انا شايفه ان الوعي بيزيد وثقافه التطوع بتنتشر لدرجه ان الموضوع بقى شكله منظم، يعني عندنا العمل الأهلي التنموي بشكل إن الجمعيات تتضافر وتعمل إن الشباب يبقوا متطوعين، وتغيير الثقافة التطوع ده أعتقد إنه فرق جدا مع كتير، خصوصا إنه بقى معمول بشكل منظم فما بقاش فترة وتعدي. أنا مش عايزة بس المنظمات تعمل ده، أنا عايزة كل فرد في المجتمع، الفرد البسيط، الأم البسيطة اللي داخل أسرتها. أنا عايزة أحجم أو ألخص الموضوع في دور كل فرد في تعلية القيمة دي وتفعيلها. فمش عايزة أحط بس على عاتق المنظمات التطوعية ده، عايزة الأسرة البسيطة يوصل لها يعني إيه أنا أغرس قيمة عطاء وتكافل اجتماعي ومساعدة آخرين جوه أبنائي وبطرق غير مباشرة. طب إزاي أعملها يا دكتور؟ يعني بشكل عملي كده، إزاي أنا كرب أسرة، أب أو أم في البيت، الأسرة المصرية، أربي ولادي على التضامن، مساعدة الغير؟ إيه الخطوات اللي أنا ممكن أعملها عشان أزرع فيهم هذه القيمة؟ خليني أقول قيمة يعني التضامن ده زي ما أنا قلت لك في الأول، أنا عايزة المعنى يوصل للناس. هو بيتلخص في العطاء، العطاء للغير، العطاء للأقارب، العطاء للمحيطين بالشخص. يعني كل شخص محيط بينا شايف ان هو محتاج مساعدة انا لازم اعمل ده، وده ازرعه ازاي جوه ولادي؟ اني انا اقدم القدوة والنموذج لي. النموذج. لان الابناء ما هم الا تنشئة تربوية بتعمل ذكريات في العقل الباطن، الذكريات تعمل مشاعر، المشاعر تنعكس في سلوكيات، في سلوكيات شخص طول عمره. احنا بنفتكر اهالينا واحنا صغيرين كانوا بيعملوا ايه وبنقلده، صح ولا ايه؟ صحيح. فانا لما انا اب وام ابقى نموذج لابني، يعني مش عايزه ادخل في تفاصيل قوي بس بالمعاني البسيطه، مساعده حد محتاج حواليا، سواء بقى عامل عماره او كل الناس اللي محتاجين المحيطين بيا من وقت للتاني، ومش اعمل ده لوحدي، اوري ابني ان انا بعمل ده وافهمه انا بعمل ده ليه، علشان ما يبقاش عنده بس يعني الجيل الجديد مسحوب ورا السوشيال ميديا. خلينا واقعيين، اوكي؟ ما بقاش بس انا يعني هم مع العجله بتاعه السرعه بتاعه السوشيال ميديا والتدخلات الكتير لثقافات تانية غير الثقافات المصريه بتتنقل لهم عبر الفيديوهات وعبر يعني النسيج القيمي بتاع الجيل الجديد بتشارك فيه ثقافات اخرى مش بس الثقافة المصرية. أنا ممكن أوظف السوشيال ميديا لقيم التضامن، ده شيء جميل بقى. ممكن ده اللي أنا عايزة أستريس برضو عليه. حملات كتيرة جدا في جانب إيجابي من السوشيال ميديا طبعًا. ومواقع التواصل الاجتماعي ممكن التركيز عليها، إزاي أساعد الناس وأعمل حملات اجتماعية وغيره يعني. يعني وانشطة. إحنا اتعمل يعني مبادرات زي مبادرة كتف لكتف اللي اتعملت، وتم توزيع الكراتين بتاعت رمضان على حوالي عدد كبير من المصريين المحتاجين في الوقت ده. احنا عايزين ندعم ده في كل أسرة، مش هيقلل كتير. يعني في كل موسم احنا المصريين بيشتهروا بايه؟ بالمواسم والأعياد، سواء الأعياد بتاعت المسلمين او أعياد اخواتنا المسيحيين، كلنا مع بعض، كلنا ايد واحده، كلنا بنشارك مع بعض. ما فيهاش حاجه اني في كل موسم مثلا اعود ولادي ان انا يبقى ليا تصرف معين او حاجه معينه
بساعد بيها الغير. المساعدة دي ممكن تكون عينية بتقديم بعض الأشياء اللي أنا مش في حاجة ليهم. بص أنا بقول على نموذج بسيط لرب الأسرة والأم في البيت، وأوري ولادي أني أنا بعمل ده وأفهمهم، وديهم الحافز يعني نموذج والقدوة بالزبط. والحافز أنه لو عمل كده في ربنا حافز هيبقى راضي بالزبط. عنك وانت من جوه هتبقى مرتاح، علشان ما تبقاش انت حاسس ان انت عندك حاجات وفي غيرك شايفك الحاجات دي عندك ومش عنده. فاحنا ده بكده انا بغرس ده في العقل الباطن بتاع الطفل. وخليني اقول حاجه لطيفه جدا، يعني انا دايما بستخدمها في تنميه القيم عند الاطفال، شريحه الاطفال اللي هم الصغار اللي هم يعني اقل من 6 سنين. يا ريت لما احكي حدوته لابني قبل النوم اقول له القيمه دي، يعني حتى لو انا هعملها في شكل قصه عن حيوان بيساعد حيوان تاني او لقى حيوان في مأزق مثلا، فاهم قصدي؟ انا كده بغرس قيمه على فكره في الطفل، بتفضل معاه لغايه ما يكبر. احنا الحواديت اللي كانوا اهالينا بيحكوها لنا واحنا صغيرين ما بتفضل ترن في ودنا مع كل موقف، يعمل ريفرش لهذه الذكرى مثلا اني شخص محتاج مساعده. الكلام ده كله لازم اغرسه. والام يعني معلش كتير من الامهات دلوقتي عاملات وبيغيب عن وعيهم الحاجات الصغيره قوي دي اللي ممكن تعمل قيمه عند الطفل وتبتدي تنمي عنده قيمه كبيره جدا زي قيمه العطاء. والمجتمع ايه غير ان هو يعني لو بنتكلم ان كل اسره عباره عن طوبه في المجتمع، احنا لو كل اسره على المستوى الصغير مستوى الاسره الصغيره اللي هي وحده بناء المجتمع عملنا ده، المجتمع هينهض جدا على فكره بشكل كبير. مش هيبقى فيه القيم ان في ناس محرومه وناس عندها، يعني شويه هيبقى ده بيساعد. ده لفت نظر ناس كتير قوي في الاخرين في الفتره الاخيره يا دكتوره، وشفناه بقى موجود في مناهج التعليم، يعني يمكن التعليم المطور اللي موجود جديد. احنا عندنا ماده خاصه بالقيم وبالاخلاقيات وكيفيه التعامل، ففكره غرس قيمه التضامن عند بقى يعني مش هنشتغل بس على السكيل الصغير زي ما حضرتك بتقولي على 6 سنين، لو احنا عملناها في شكل منهج او مدرسي، مش عايزين طبعا نزود يعني مناهج على الناس، بس هي موجوده ماده موجوده، ازاي نقدر نوصل المعلومه بقيمه التضامن واهميته. الولاد بيحتاجوا حاجه مختلفه، ما بقولش زي الاول بيقعدوا يسمعونا ونتكلم معاهم كتير، بيحتاجوا يشوفوا بعينهم حاجه، نقدر نوصل لهم ده ازاي؟ بحييكي على السؤال ده، عشان ده كان موضوع الماستر بتاعي وطبقته على مدارس الحقيقه، وكنت بنادي بان يبقى في الكلام ده من وقت يعني من عمر، وكنت بنادي ان يبقى في ماده اسمها القيم الخلقيه، والحمد لله اتطبق ده في المدارس بتاعتنا. طب علشان انا شريحه المراهقين بقى والناس الاكبر توصل لهم المعلومه وهم بيشعروا، يعني خلينا برضو واقعيين، بيشعروا بالملل من المعلومه الجافه. صحيح. فانا اعمل ايه؟ انا يعني كنت عامله برامج انشطه. جميل. كل جلسه بعملها مع الاطفال قد بتعلي قيمه معينه عندهم. قيم النظافه والامانه والعطاء، يعني بيكون التارجت بتاعي ان انا بحكي لهم حاجه معينه او اخليهم يطبقوا نشاط معين او افرجهم على قصه معينه، بحيث ان هم ما يشعروش بالملل من مجموعه من المعلومات الجافه اللي ما فيش فيها اكتيفيتي، يعني ما فيش فيها نشاط جذاب يجذب الطفل ان هو يستصيغ المعلومه. فخلينا نقول ان اجود الطرق اللي تخليني اوصل للمراهق اللي عنده نسبه ملل عاليه بطبيعه السوشيال ميديا اللي عملته معانا يعني في طبيعه تركيزنا، اني انا اديله ده في صوره نشاط يعمله. ممكن يكون مثلا ان انا اخليه يعمل مهمه معينه. صحيح. فيها مساعده مثلا الافراد بتاعه المدرسه اللي هم العمال، طبقه العمال. او ان انا اخليه يساعدهم في يوم ونعملها زي مهرجان كده نسميه مثلا مهرجان العطاء. الحاجات دي على فكره بتقعد. صحيح. في العقل جدا، وبتبقى يعني اكثر عمليه لزرع القيمه عن ان انا ادي معلومه جافه في الكتاب. مع التاكيد على فكره ان التضامن ممكن يكون مع الاقل حظا والاعلى حظا، يعني ممكن يكون طبعًا. حد ميسور الحال عني اكتر مني، هو مساعده دعم نفسي. يعني ان انا ادعم شخص نفسيا. صحيح. وخليني اقول في ده
المسنين. يعني انا اعلمه قيمه برضو، ما هو انا لازم العطاء ده يبقى على كل المستويات. صحيح. تبقى قيمه موجوده في الانسان، وكمان طبعا الطبيعه الانسانيه زي ما حضرتك اشرتي دكتوره يعني بتنفر شويه من فكره النصيحه او الخطاب المباشر بالزبط. او الوعظ، توجيه انك لازم تعمل كده وما تعملش كده. فكره استخدام الوسائل الحديثه، وفرصه ان حضرتك قلتي ان الدراسه العلميه او الماستر كانت على البرامج الحديثه في زرع هذه القيمه بشكل كبير، ازاي ممكن يتم توظيف الاساليب الحديثه؟ فكره الفيديوز مثلا، الصوره، احنا دلوقتي في عصر الصوره، الشباب كله بيقعد على السوشيال ميديا بيتحرك، فكره القص او اللي بيسموها الحكي او الستوري تيلينج دي مهمه جدا، ان انا احكي بشكل مختلف وجاذب للشباب او النشأة عشان يعني يتعلموا ويتعاطوا مع القيمه دي. طبعا طبعا احنا العالم بتاعنا يعني نموذج النصيحه والنصح المباشر ده لا يناسب مجتمعنا المعاصر، بأثر عكسي. انا انصحك بحاجه اعمل حاجه ثانيه، في نوع من الملل ومعلومه جافه. الفيديوز اللي هي الصوت والصوره من الحاجات المؤثره جدا في النسيج القيم للبني ادم، وبتاثر في المشاعر والاحاسيس. احنا يعني كنا دارسين في الكتب ان انا لما احب اغير اتجاه شخص وميل شخص ناحيه حاجه معينه افرجه فيديو تكون نتيجته التعاطف مع الموضوع ده عشان ابتدي اغير اتجاهه او فكرته عن الموضوع. فاستخدام الفيديوز واستخدام السوشيال ميديا بقى، وانا شايفه ان في شريحه من الناس بدات، وانا بحييهم كلهم، يعني مش عايزه اذكر اسامي ابلكيشنز او اسامي اكونتس بالتحديد، ولكن في شريحه كبيره بتشير الى معنى المساعده الرمزيه مع الناس حتى اللي في الشارع. يعني في برامج بقى الاساس بتاعها فكره ان انا انزل في الشارع اختار كم شخص عشوائي اعمل لهم مساعده، دعم سواء دعم معنوي، سواء دعم مادي، سواء دعم صحي، سواء دعم المسنين. في منتهى الجمال بجد، انا كده ببتدي استخدم السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه بحيث ان انا ادعم قيمه زي قيمه العطاء عند الاجيال الجديده اللي عندها تشويش كده في قيم كتيره وعندها ازدحام قيم. صح كده؟ يعني القيم الواضحه بقى اللي هي فيها الهويه المصريه بتاعتنا شويه في تشويش فيها. فالنماذج دي باستخدام الفيديوهات والابلكيشنز بتاعه المساعده، وطبعا وزاره التضامن الاجتماعي عامله ان اي شخص محتاج مساعده عامله خط ساخن للافراد اللي بيلاقوا شخص محتاج مساعده سواء ماديه، صحيه، نفسيه، موجود حوالينا، ان احنا نتواصل مع رقم موجود طبعا على السوشيال ميديا، وبييجوا يستجيبوا بسرعه، ومش بيستجيبوا بس، بيصور يعني ده بيتصور بحيث تعمم الفكره على المجتمع كله، وده هينهض بالمجتمع جدا، هيفرق جدا. نشر القيم الطيبة ونشر الأفعال الطيبة طبعاً. ده من أكتر الحاجات اللي ممكن تعمل ترابط وود ورحمة بين أفراد وسعادة للشخص نفسه اللي قام بالقيمة دي. أكيد. دكتورة شيرين الدرديري الاستشاري النفسي، نورتينا وشرفتينا وسعدنا جدا بوجودك معنا النهاردة. ميرسي. تفضل. أتمنى بجد القيمة دي لو كل أم حرصت، يعني رسالة للأم، حرصت على زرعها في ولادها، المجتمع هيفرق، هنطلع جامد. اشكرك نورتينا. وحضرتك قلتي كلمه مهمه جدا في الحوار، قلتي لما بنسعد الاخرين انت بتسعد نفسك اولا طبعا. يعني فكره فعل اسعاد او ادخال السعاده والتضامن مع الاخرين هو اسعاد لنفسك اولا، ودي نقطه مهمه جدا. نروح مع حضراتكم الفاصل سريع ونرجع مره ثانيه، خليكم معانا. زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة يوم التضامن الإنساني، وكما نتضامن مع البشر والحرب المستمرة والمستعرة على أكثر من شهرين في قطاع غزة، نتضامن أيضا مع الحجر والأثر، لأنه في استهداف ممنهج لآلة القتل الإسرائيلية للأثار في قطاع غزة. القائمة طويلة جدا، بنتكلم على المسجد العمري، بنتكلم على كنيسة الروم الأرثوذكس، بنتكلم على مخطوطات ووثائق ومكتبات داخل قطاع غزة. الصراع مش بس صراع
بيتمثل في عمليات عسكرية، لكن صراع ليه بعد حضاري وبعد ثقافي مهم جدا، وده موجود بشكل كبير واحنا شاهدناه منا خلال الأيام الماضية. شيء بيتنافى مع كل المواثيق الدولية والإنسانية كمان. التاريخ كان له كلمته زي ما احنا شفناها في على مدار سنين فيما يخص ما ترتكبه إسرائيل من جرائم ونقض للمعاهدات. ده اللي هنتكلم فيه مع الكاتب الصحفي الأستاذ إيهاب الحضري اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة في الاستوديو، بنسعد بوجود حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب، لما نيجي نتكلم عن تاريخ الجرائم الإسرائيلية في العصر الحديث واللي تنافت مع كل ما دعت إليه قيم التضامن الإنساني. طبعا هو في مشكلة أساسية عندنا احنا تحديدا كمان كعرب، ويمكن هي مش مشكلة، هو تعاطف إنساني وتضامن إنساني مهم جدا. يعني لما نبقى بنشوف أعداد الضحايا اللي عمالة تتزايد بشكل مستمر، لحد امبارح اخر احصائيه بتقول ان احنا قدام 19667 شهيد، غير تقريبا حوالي 50000 جريح. شلالات الدم دي بتخلينا ننسى او ما نديش اهميه للتراث. هل ده طبيعي؟ طبيعي انسانيا، بس في مشكله اساسيه ان الطرف الاخر العدو طول الوقت شغال على اكتر من اتجاه. يعني هو بيشتغل بيضرب ويقتل ويشرد ويعمل عمليات نزوح قصري، وفي نفس الوقت عارف هو بيضرب ايه وبيضرب منشآت ايه. احنا عندنا معاهدات دولية بتنص على حماية الممتلكات التراثية والممتلكات الثقافية خلال الحروب، زي اتفاقية لاهاي سنة 54. طيب ما احنا عندنا اتفاقيات دولية كمان بتحمي البشر وبتحمي وبتحمي المدنيين العزل. في كل الأحوال إسرائيل بتخترق كل القواعد وكل القوانين الدولية. اللي بيحصل في غزة إحنا كلنا مهتمين بالجانب الإنساني، زي ما الأستاذ محمد قال في آثار تم تدميرها. حاليا الحصر هيبقى صعب لأسباب مهمة جدا، إحنا منشغلين بإزاي ننقذ الضحايا والأبرياء والكلام ده كله، وما فيش حد منشغل قوي في تحت القصف المكثف ده اللي هو يمكن قذيفة كل 5 ثواني أو حاجة. ما حدش منشغل أو ما حدش لاقي وقت علشان يحصر الأثار اللي هي تم تدميرها والمواقع الأثرية اللي تم تدميرها. قطاع غزة قطاع قديم، يعني مدينة غزة يقدر مثلا عمرها ب 3000 سنة على الأقل. عندنا آثار في غزة، آثار في جباليا، في دير البلح، في خان يونس، في 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 رفح نفسها. وبالتالي فالمواقع الأثرية آثار، على فكرة آثار بتنتمي لكل العصور، بيزنطية ورومانية، وفي عندنا إسلامي ومسيحي وما إلى ذلك. عملية الضرب أنا شايف إنها عملية ممنهجة، مش فكرة إن هو بيضرب، يعني مش فكرة إن هو دي آثار أو أعراض جانبية للقصف، لا، لأن تاريخ الاحتلال معروف هو بيعمل إيه. بيستهدف الهوية. بيستهدف الهوية ويستهدف الحضارة لسبب مهم جدا، هو اغتصب الأرض من سنين، وبالتالي فهو بيحاول يعمل عملية إحياء لتاريخ مزعوم، لأن التاريخ المزعوم ده هو اللي بيدعم الوجود والاستيلاء على الأرض. طيب بيعمل حفائر وبيعمل شغل حفائر مكثفة جدا علشان يثبت حاجة مش عارف يثبتها. وفي المقابل بيعمل إيه؟ أي آثار يعني ضد فكرته أو ضد بيحاول إنه يدمرها أو بيحاول يزيفها. يعني نفهم من كلام حضرتك إلى جانب يعني سرقة الأرض في سرقة للذاكرة وللتاريخ، مش بس الجغرافيا، لكن هو بيحاول يثبت روايته التاريخية أو المزاعم الإسرائيلية بشكل كبير. حضرتك من أكثر الصحفيين اهتماما بملف الأثار من فترات طويلة، وأصدرت كتاب من 2002 لما حصل اجتياح لبعض المدن زي نابلس وبيت لحم، وتحدثت عن أهمية تثبيت الذاكرة الفلسطينية والوثائق بالتوثيق وبالحديث. كان كتاب عن الاستراتيجية الخاصة بتهويد الاستراتيجية الإسرائيلية لتهويد فلسطين بشكل التاريخ، لا التاريخ بصفة عامة بشكل عام. يعني تمام. هذا المنهج الإسرائيلي كيف تبعته، وما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات لسرقة الذاكرة العربية؟
هو في كتاب اغتصاب الذاكره الاستراتيجيات الاسرائيليه لتهويد التاريخ، كانت البدايه فعلا زي ما حضرتك قلت من الاجتياح اللي حصل سنه 2002 لثلاث مدن اسرائيليه فلسطينيه عفوا، اللي هي نابلس وبيت لحم والخليل. المشكله الاساسيه اللي ابتدت تظهر او ابتدت تجذب انتباهي في الوقت ده، انت عامل اجتياح، الاجتياح عسكري. لما يبقى اللجان الوطنيه التابعة لليونسكو بتستنجد ويبقى عندنا في نابلس لوحدها في اجتياح استمر كام يوم، نلاقي ان احنا امام 300 اثر تم تدميرهم كليا او جزئيا، يبقى احنا قدام علامه استفهام كبيره جدا. لما ابتديت ابحث الموضوع لقيت ان العمليه لا، هي ده منهج بيتعمل في كل مكان، مش بس في فلسطين، لان هم استهدفوا اثار الجولان في سوريا، استهدفوا اثار سيناء، وحتى في غزو العراق سنه 2003 تم استهداف اماكن معينه اوكي بالقصف الامريكي، بس متحف بغداد تحديدا انا ما اقدرش اتغاضى عن فكره ان هو كان في شغل معين، لان في لوحه السبي البابلي التي تشعرهم بالعار دائما. صحيح. وبالتالي فهي كان مستهدفه وتم التحذير وقبلها يا جماعه خلوا بالكم اللوحه دي وخبوها قبل الاجتياح او الغزو الامريكي. طيب مش بس على مستوى الواقع العملي ده، في على مستوى الابحاث النظريه امتدوا حتى لليمن. هم الحكايه باختصار اي احداث متعلقه بالتاريخ التوراتي بيحاولوا يحيوها. وبالتالي فاحنا قدام سطو ممنهج على الذاكره، قدام محاولات تزييف، قدام مش بس كده اختلاق وقائع تبدو جذابه علشان تسيطر على الناس. يعني يجي يقول لك مثلا ان اللي حرر مصر من الهكسوس مش احمس، من ضمن السرديات الخرافيه اللي هي دمها خفيف، ده النبي شاؤول. يا جماعه ازاي بس؟ ويبتدي زي الاخ فلايكوفسكي عمل ده في عصور في فوضى، قلب تاريخ العالم علشان يخدم النظريه الصهيونيه حتى قبل ما يتقال انها صهيونيه او الى غيره. المهم اللي بيحصل على الارض كتير جدا حصل، واتنهبت اثار سيناء، اتنهبت اثار الجولان. يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان من سنه لما حصل حرب 67 القوات الاسرائيليه كانت بتدخل البلاد، دخلت الجولان ودخلت سيناء. اللي حاصل ان هم خبراء الاثار بتوعهم في الجيش موجودين، مش بس في الجيش ده، في الصفوف الاولى. لما اجي اكلمك عن فكره الحفاير اللي حصلت في الجولان في خلال الفتره دي، يكفي اقول لك ان بعثه واحده عملت حفاير كم 209 حفائر من 67 ل 68 في سنه واحده. بس في سنه واحده عندنا اي بعثه مثلا بتعمل بتقعد 10 سنين؟ البعثه دي ممكن انت في بعثات شغاله في مصر بقى لها 30 40 سنه في مكان واحد، في مكان واحد. وبالتالي فانت هنا مش بتعمل حفاير، انت عمال بتنقب عايز توصل لحاجه ومش عارف توصل لها، وبالتالي فانت في طريقك بتدمر. طب يا جماعه ما عندنا اتفاقيه لاهاي اللي هي معموله اساسا علشان حمايه الممتلكات الثقافيه. لا معلش، هو عذرا، هو من امتى اسرائيل بتحترم اي اتفاقات ولا بتاخد على اي منطق؟ خلي بالك الاتفاقيه دي في البروتوكول الثاني، هي وقعت سنه 54، في البروتوكول الثاني بتاعها اللي صدر سنه 99 الفصل الرابع بيحدد الانتهاكات ومقسم انتهاكات خطيره وانتهاكات اخرى. انتهاكات الخطيره دي كان فيها ايه بقى؟ الفصل الرابع ده مخصص، او البروتوكول الثاني مخصص للمسؤوليه الجنائيه والولايه القضائيه، يعني احنا بنحط قواعد معينه. طيب اتخاذ الاماكن او الممتلكات الثقافيه هدف للهجوم مجرم، استخدامها في دعم عمل عسكري مجرم، تعرضها لدمار شامل مجرم، السطو، وبعدين دي مصطلحات قانونية، أي حد يقول لي إيه الفرق بينهم؟ السطو، النهب، الاختلاس والتخريب، ده كله ممنوع. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حددت، اللي هو تم إقراره في روما سنة 98، حدد جرائم الحرب. جرائم الحرب كان منها استهداف المنشآت المخصصة للعبادة صحيح. الصحية، العلمية، العملية،
والآثار اللي هي الآثار والمنشآت التاريخية. هل قامت إسرائيل بالاطلاع على كل هذه النقاط ونفذتها تماما؟ يعني كل ما هو جرم لا لا هي اللي هجمته بالظبط عشان تبقى أخرقت كله؟ سؤال مهم في حاجة بقى كمان، إحنا دايما بنتكلم عن فكرة إن لابد من مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. بنتكلم عن جرائم ضد البشر. طيب ما أنا عندي كمان في صحيح. المعاهدات والأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ما يفتح لي باب آخر للمقاضاة هو الجرائم ضد الحجر، وده مهم صحيح. جدا، لأن على فكرة المشكلة الأساسية إن هم على وعي بالحكاية دي، مش بس بيخربوا، مش بس بيسرقوا، مش بس بيرهبوا وبيبيعوا، إنما كمان بيبتدوا بيعملوا عملية تزوير وتزييف. بس يعني بطريقة إزاي؟ في الكتاب أنا أوردت يعني شهادة كان أدلى بها مندوب العراق، المندوب معلش لبنان في جامعة الدول العربية، وقال إن في الاجتياح اللي حصل لجنوب لبنان مش بس كانوا بيعملوا عمليات تنقيب عشوائية وسطو وسرقة والكلام ده كله، إنما كمان عملوا عمل خطير جدا، هو فكرة زراعة مجموعة من مش الآثار بقى التماثيل والبتاع في اماكن معينه في جنوب لبنان، بحيث ان هي بعد كده تيجي اي بعثات تثبت الروايات الاسرائيليه تكشفها، ممكن من خلال بعثات لبنانيه او بعثات عربيه او دوليه، وتبتدي تعمل قراءات. العمليه كان بالنسبه لي في الاول خيال علمي، لحد ما اتكلمت مع خبير في الترميم وصديق الدكتور محمد غنيم وكيل كليه الفنون الجميله بالمنيا، وابتدى يكلمني عن الآليات والتقنيات اللي بتعمل ده وبتخلي الأثر بتخلي المنقول المزيف ده يبدو كأثر حتى قد ينخدع يعني بعض الخبراء فيه. ده جميل جدا، وزي ما حضرتك قلت انه ده مش بس في حرب غزه الاخيره، لكن ده نهج اسرائيل في حروب سابقه. تمام. في لبنان اجتياح بيروت، او في حرب 67 جولان، حتى في سيناء موشي ديان كان معروف عنه يعني افتتانه بالاثار ومقتنياته، كان ليه متحف خاص يعني. تمام. دخل سيناء وخد بعض المقتنيات الاثريه مشهوره جدا الوقائع دي. عايز اسال حضرتك، غزه الان بنتكلم على المسجد العمري، بنتكلم على كنيسة مهمة جدا الروم الأرثوذكس، بنتكلم على جباليا وغيرها بعض الأماكن، كيف نحمي هذا الأثر يعني أمام هذا السطو الممنهج على الذاكرة الفلسطينية العربية؟ إحنا كيف نثبت هذه الذاكرة؟ كيف نحمي أثرنا؟ طبعا تحت القصف صعب جدا الرصد والتوثيق، لكن الدور العربي والفلسطيني لحماية الذاكرة العربية إيه؟ أعتقد أننا لا نملك في مثل هذه الظروف إلا التوثيق. توثيق تمام. يعني حصل ايه في المسجد العمري؟ انت مش قادر تحمي البشر، فما بالك بالحجر يعني. وحتى لو جيت انت يعني حتى الناس الاخوه الفلسطينيين نفسهم لو جيت اتكلمت في الوقت ده عن كذا، هم في اولويات دايما في النهايه او في البدايه البشر هم الاساس، وبالتالي احنا قدام عمليه محو او محاوله محو للذاكره واغتصاب ذاكره، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك توثيق، أولا توثيق لما قبل ورصد لما يعني يحدث. ده المسجد العمري كيف كان وكيف أصبح والأساس بتاعه إيه؟ لسبب مهم جدا هقول لحضرتك عليه. إيه كانت المشكلة اللي بتواجه مصر وسوريا في يوم من الأيام بعد الاحتلال 67؟ كانت المشكلة الأساسية عندنا إن كان في إهمال لآثار سيناء وأثار الجولان من حيث التوثيق. يعني فأنت لما تيجي تتكلم على فكرة دخلوا، طب ماشي إيه الحصر، هات لي الكشوفات اللي كان، ده غير عمليات التنقيب كمان، إنما اللي حتى كان تم اكتشافه أنت مش موثقه بشكل صحيح، وبالتالي فالتوثيق هو اللي هيحمي ده. أنت عندك هم بيعملوا تنقيب في غزة، ما عملوش تنقيب لأن هم همهم هم واحد، يبقى عندي التوثيق هو المهم لكي لا تتكرر المشكلة اللي حصلت في سيناء والجولان. أنا في الكتاب اغتصاب الذاكرة عانيت كثيرا علشان أجمع معلومات، ما عملتش، ممكن عملت مجهود قيم أو مش قيم، ده مش أنا اللي أحكم عليه، بس أعتقد اللي أقدر أحسمه إن الكتاب كان أكبر تجميع لهذه لهذا المزيج المختلف في دول معينة ودول مختلفة، لأن ما كانش فيه أحيان كتير حصر لحاجات كتير. الجولان نفسها أنت ما عندكش، ما كانش فيه حصر ولا توثيق، وفي سيناء ما فيش، وبالتالي فالحصر والتوثيق هو الذي يحمي الذاكره، هو هدفهم محوها، انما لما يبقى ده موجود
في أفلام تسجيلية وفي كتب وفي منشورات علمية وفي منشورات للعامة. ده مهم جدا بالنسبة لي. ليه؟ لأن اللي بيحصل هيحصل، وأنا أعتقد أن احنا هنكتشف بعد انتهاء هذا العنوان كارثة غير مسبوقة. ليه؟ لأن أنا قدام قصف مكثف بطريقة ما حصلتش. عدد الضحايا فوق أعداد ضحايا حروب كاملة. المساحة المستهدفة بعدد القذائف اللي بتلقى، احنا قدام فعلا عملية تدمير ممنهج شامل. وبالتالي فحفاظ على الذاكرة لابد انه يكون موجود علشان ما تتكررش مآسي، لان احنا قدام مجازر للحضارة. وده دور مهم لمؤسسات كثيرة جدا ثقافية في العالم وأفراد. العربي وأفراد، ودور حضرتك ودور الصحفيين والكتاب المهتمين بملف الآثار ان هم يوثقوا ويكتبوا كتب ويرصدوا ما يحدث من اعتداء مش بس على البشر، على الحجر أيضا والأثر. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ إيهاب الحضري، نورتنا وشرفتنا. ربنا يبارك فيك. شكرا. شكرا لوجود حضرتك معنا. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة، كنا موجودين معكم على مدار 3 ساعات. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر.